مساء الخير، اهلا بحضراتكم. كلام في السياسه. امس الاول توقف العالم بالنظر الى نتائج 100 يوم من الحرب الروسيه الاوكرانيه. 100 يوم بدلت اولويات الدول، اقامت نظريات وهدمت اخرى في العلوم السياسيه. 100 يوم مين كان قبلها يخطر بباله انه يشوف ازمه طاقه وازمه سلع في دول اوروبا الكبرى وفوقيهم أزمة في لبن الأطفال في الولايات المتحدة. 100 يوم كشفت عن واقع توازنات القوة وحجم الاستقطاب وطوق النجاة كان وما زال قدرات الدول الذاتية. 100 يوم لن يعود العالم مثلما كان قبلها، بل تفتح الأبواب على مصراعيها لكل التطورات. 100 يوم كشفت عن تحالفات جديدة وأخرى قديمة استعادت نشاطها، وثالثة يجرى الآن تشكيلها. الصحافة العالمية ما زالت تقف أمام هاجس السلاح النووي، بينما خرج الصوت من فرنسا ومن رئيس فرنسا ماكرون متماشيا مع ما طرحه هنري كيسنجر من أسبوعين ضمنيا، وإن اختلفت الصياغات وخلاصة الطرح تحذير مفاده توقفوا عن سياسة إذلال روسيا. 100 يوم اختبر فيها الجميع وما زالت الحرب مستمرة، ونسأل هل حققت العملية العسكرية الروسية أهدافها؟ ما هي التداعيات الآن على الاقتصاد العالمي؟ وكيف تتعامل الحكومة المصرية مع تداعيات الأزمة العالمية؟ بدت الحرب الروسية الأوكرانية في أسابيعها الأولى وكأنها حرب إقليمية ذات نطاق محدود، إلا أنها لاحقاً وصلت بتبعاتها إلى كل دول العالم على نحو غير متوقع. كانت أبرز الأزمات أزمة الغذاء، حيث تعد أوكرانيا على رأس سلاسل توريد الغذاء في العالم، بإنتاجها حوالي نصف الاستهلاك العالمي من زيت دوار الشمس، وقرابة 15% من الذرة، و10% من صادرات القمح على مستوى العالم. أدى الصراع إلى توقف صادرات أوكرانيا من الحبوب، فتأثرت على الفور دول كثيرة، حتى أن الأمم المتحدة حذرت من خطر المجاعة بسبب تلك الحرب، كما وضعت 25 دولة قيوداً على تصدير الغذاء والطاقة والمواد الخام، وهو ما يقودنا إلى الأزمة الثانية، أزمة الطاقة. فقبل اندلاع الحرب كانت روسيا مصدراً رئيسياً للغاز والنفط للعديد من البلدان الأوروبية، وأكبر مصدر للغاز الطبيعي، وثاني أكبر مورد للنفط الخام، وثالث أكبر مصدر للفحم في العالم. لكن وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، سعى الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده على مصادر الطاقة الروسية بحلول عام 2030، مع الإعلان عن خطط لخفض واردات التكتل من الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام الجاري. وبينما تحاول بريطانيا تطبيق خطتها للتخلص من الهيمنة الروسية، قد يواجه الأسد البريطاني أزمة كهرباء أسوأ من تلك التي يواجهها لبنان والعراق. فقد أشار تقرير إعلامي بريطاني إلى أن 6 ملايين أسرة بريطانية ستواجه سياسة تقنين في الكهرباء بمعدل 8 ساعات، وقد يستمر هذا التقنين المخطط له لأكثر من شهر. ومن المحتمل أن يتسبب ذلك في المزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة وخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة. ويبدو أن الطلب المتزايد على مصادر الطاقة من خارج روسيا قد أدى إلى الأزمة الثالثة،
وهي ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمواد الأولية، مما تسبب في زيادة التضخم القائم بالفعل نتيجة أزمة كورونا. فعلى وقع الحرب ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وتزامن هذا مع ما أفادت به منظمة العمل الدولية من ارتفاع معدل التضخم السنوي في جميع أنحاء العالم منذ مارس الماضي. ومحصلة هذا كله توقع الخبراء استمرار أزمة ارتفاع الأسعار لسنوات مقبلة. اهلا بحضراتكم من جديد، نرحب بضيوفنا وكلهم طبعا من اهل العلم والخبره، الدكتور عزت ابراهيم رئيس تحرير الاهرام ويكلي. اهلا وسهلا بحضرتك. الدكتور عبد الله مبروك عضو لجنه العلاقات الخارجيه بمجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتور اشرف سنجر خبير السياسات الدوليه لقناه اكسترا نيوز استاذ العلوم السياسيه بجامعه بورسعيد. اهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا وسهلا بحضرتك. الأستاذ حازم هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المصريين الأحرار. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بحضرتك. وطبعا بنرحب كمان بالجمهور اللي منورنا في الاستوديو، طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. وكما اعتدنا في مساحة الهواء الطلق سنسعى للمعرفة قبل أي شيء، ولكن نسرد محددات وقواعد النقاش. يحصل كافة الضيوف على وقت متساوي في الحديث، لا يحق لأي من السادة الضيوف مقاطعة المتحدث، يحق لكل من السادة الضيوف طلب تعقيب في مدة لا تتجاوز دقيقة، يحق لمقدم البرنامج التدخل فقط في حال الخروج عن هذه المحددات أو إضافة أبعاد لوجهة النظر المطروحة أو تصويب معلومة. نبدأ جولة النقاش الأولى. دكتور عزت، بعد 100 يوم إيه العناوين العريضة بالنسبة لك؟ العناوين العريضة بالنسبة لي هي حرب طالت إلى أمد لم يكن يتوقعه الغرب، أيضا روسيا تحقق أهداف مرحلية ربما خططت لها منذ البداية، رغم أنه في منتصف العملية كانت هناك أهداف تصل إلى كييف ثم تراجع إلى الجزء الشرق الذي يريد فيما يبدو ضمه إلى الدولة الروسية. الأمر لم ينتهي بعد 100 يوم إلى هزيمة روسيا كما توقع الكثيرون، أيضا شايف أنه هناك حالة من القلق على المستوى العالمي بسبب ما وصلت به الحرب إلى أزمة غذائية عالمية، وأعتقد أنه التوقعات ومثلما أشارت الصحافة العالمية، الصحافة الغربية تتحدث عن أن روسيا تحقق تقدم ببطء في لتحقيق انتصار في على الأقل في شرق أوكرانيا، ولكن تتحرك بثبات أيضا، ودي أعتقد نقطة مقلقة للغاية في الدوائر الغربية. ليه يا دكتور؟ لأنه كل ما بنيت عليه الحسابات أصبحت في مهب الريح في أمور كثيرة، مسألة تطويق روسيا وعزلها أصبحت ايضا الحديث، خطوات خاطفه تجاه روسيا تحسم الامور. الحديث ماكرون منذ ايام عن انه مساله العوده من جديد لفكره انه عدم اذلال روسيا، اعتقد ان هو لم يقصد فكره الاذلال في حد ذاته، ولكن هو اراد ان يقول يجب ان نضع نقطه ونبدا في حوار سياسي وحوار دبلوماسي واسع مع الروس لتجنب مزيد من الخسائر على الارض في اوكرانيا. اوكرانيا زي ما احنا شايفين الأيام الأخيرة بتطلب إمدادات بصواريخ أو تجهيزات عسكرية لمنظومات بعيدة المدى، الولايات المتحدة تخشى تقديم هذه المنظومات حتى لا تصل إلى العمق الروسي، وبالتالي يتم استدراج الغرب لحرب كبيرة. ده كان محور جلسة مجلس الأمن النهاردة في النقاش ما بين المندوب الروسي ومندوب الأمريكي، وأعتقد أنه الجانب الأمريكي حريص تماما على ألا يدخل هذه المنطقة. يعني الحرب بدأت بمسألة أنه
أنه الأوكران كانوا بيطلبوا بقوة الانضمام لحلف الأطلنطي. الكلام عن الانضمام للحلف الأطلنطي اختفى تماما. الكلام عن الانضمام للاتحاد الأوروبي أيضا تلاشى تدريجيا. وبالتالي مسألة أنه بتصل لمرحلة أنه الغرب بتحصل عملية انسحاب تدريجي من مسألة الوعود الكبيرة التي قدمت لأوكرانيا، أعتقد دي تطور ليس في صالح أوكرانيا، وبالفعل هو سيطيل أمد الحرب ربما لفترة غير معلومة. الستة شهور القادمة ستكون حاسمة، لأنه لدينا عد تنازلي للانتخابات الأمريكية. الروس يدركون أنه العد التنازلي ليس في صالح المعسكر الغربي. الارتفاع أسعار الطاقة من المتوقع أن يستمر. فكرة تطويق إمدادات الطاقة الروسية للغرب، وصلنا إلى سقف العقوبات النهائي، بعده هو قطع الغاز، وأوروبا غير مستعدة لهذا السقف. التخلص من 90% من النفط الروسي بحلول نهاية العام ممكن ومتاح، لكن أبعد من ذلك أعتقد سيكون صعب الوصول إلى خطة قطع الغاز الروسي عن أوروبا الغربية. وبالتالي أنا شايف أنه المعسكر الغربي وصل لمرحلة لابد من إقناع الروس بالجلوس للتفاوض، لأنه خسائر على الأرض في المعارك المدن الأخيرة ليست في صالح أوكرانيا تماما. إمدادات العسكرية، التحذيرات المتتالية على مدى الأيام الأخيرة من بوتين ولافروف اليوم عن أنه سيتم ضرب كافة المنظومات التي ستصل إلى أوكرانيا، أعتقد أنها تصريحات جادة. وبالفعل نيويورك تايمز ذكرت امبارح أنه تم ضرب معسكرات أو أماكن لتخزين الأسلحة والدبابات والتي وصلت من أوروبا الشرقية. وبالتالي إحنا قصاد مشهد أعتقد أنه لابد من أن يكون هناك تحرك ما للجلوس على مائدة التفاوض. طيب، في بدايات الصراع قبل ما نروح للدكتور عبد الله، يعني ده تقدر تعبره الإجابة بنعم أو لا، في بدايات هذه الأزمة حضرتك قلت إن قبل اندلاع المعال حتى الحرب، قلت إن فلاديمير بوتين الرئيس الروسي يتحكم بوتيرة الصراع. على مدار يوم اختل هذا الأمر، هل بعد 100 يوم تقدر تقول إن فلاديمير بوتين استعاد التحكم في وتيرة الصراع؟ أنا أعتقد أنه استعاد الوتيرة لما ركز في الجزء الشرقي من أوكرانيا وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة اللي كان الهدف من بدايتها هو أنه تحقيق مكاسب في الجزء الناطق بالروسية وفي مساعدة هذه المناطق على الاستقلال عن أوكرانيا. أعتقد أنه تحقيق الهدف مسألة، أنا أعتقد أنه زي ما أنا قلت محدش بيتكلم عن هزيمة روسيا دلوقتي، لكن كيف تصل إلى تسوية ممكنة لا تجرح كبرياء المعسكر الغربي ولا تكون انتصار كامل لروسيا. تمام. دكتور عبدالله، لو هتعملوا تقدير موقف عندكم في لجنة العلاقات الخارجية بعد 100 يوم من الحرب، إيه أهم البنود اللي هتحطوها في هذا التقدير؟ هو التقدير بالنسبة لي أنا لما هعد تقدير للموقف هشوف الوضع الحالي دلوقتي، إحنا الوضع اللي وصلنا له إيه؟ الوضع دلوقتي على أرض الواقع، روسيا مستقرة محققة مكاسب على أرض الواقع دلوقتي. لو هنحسب اللي كان متوقع اللي كان منتظر إيه، أعتقد أن سيطرة جزء كبير من روسيا على شرق أوكرانيا، أعتقد أن هو ده اللي كان يطمح إليه بوتين، هو ده اللي كان الغرض الأساسي يعني الأهم ليه، أن هو كان يسيطر على العاصمة أو كييف. ده ممكن نقوله ده كان بداية يعني، لكن رد يعني استكمال لكلام حضرتك، يعني الخبراء العسكريين في روسيا بدأوا يتحدثوا عن مراحل متتابعة، إن دي مرحلة أولى من العملية العسكرية، أنا هناك أيضا مرحلة ثانية، أما المرحلة الثالثة فهي صوب العاصمة الأوكرانية. طب ما إحنا لو رجعنا، وده عكس حتى الكلام اللي قيل في البداية إن روسيا لا تستهدف احتلال أوكرانيا. ولو رجعنا للشروط الأول اللي كان فرضها بوتين عشان يقعد ويتفاوض، قالك الاعتراف بالقرب وإن إحنا نقدر نقعد وتأمين وعدم انضمام أوكرانيا، اللي ياخد تعهدات والضمانات الكافية اللازمة
لعدم انضمام اوكرانيا للناتو، اللي هو بيتكلم على ان هو بيحمي البعد زي ما بنقول بعد الامن القومي لدولته. هو راجل مش راضي يحتل، او انا مش بداعي الاحتلال، انا بداعي ان انا في حدودي او دولتي اتعرضت لخطر او في تهديد على الامن القومي الروسي، وبالتالي كانت بدايه التصعيد اللي هو قام بيه، ان هو الغرض الاساسي من شن الحرب الروسية هو حماية الأمن القومي الروسي. ولما بدأت المفاوضات وبدأت الوسطات في الأول كان إن هو العرض الاعتراف بالقرم وضمانات إن أوكرانيا ما تنضمش لنيتو، وبناء عليه تم التصعيد. لما لقينا بعد كده إن الوتيرة صعدت من الغرب تم التصعيد وتم فرض العقوبات على روسيا، شيء كنا كلنا كان رأينا إن دي خطوة تصعيدية من الغرب مش هتأدي لحلول. أنت بتصعد ومش هتأدي لحلول. وطول امد الحرب ان احنا دلوقتي احنا بنتكلم ان كله بيتكلم وكل الخبراء دايما كانت تحولت لحرب استنزاف، حرب طويله الامد. حرب الاستنزاف المتضرر الاساسي منها طبعا الاوكرانيين، اوكرانيا نفسها هي المتضرره، والضرر الواقع الاكثر من العقوبات اللي اتفرضت اللي شايفينه واللي شايفه العالم كله. الاقتصاد اتاثر في العالم كله، دول احنا بنتكلم على الدول نفسها، الدول اللي هي الدول اللي اقتصادها ضعيف والاقتصاد ضعيفه بتنهار. عندنا أزمة غذاء في العالم كله، أزمة الأكل في العالم كله، مفيش دولة قادرة تقف. ده أوروبا تأثرت، أمريكا دلوقتي بدأ النتائج تبان عليها، ارتفاع الأسعار محدش يقدر ينكره، يعني نتكلم على الولايات المتحدة الأمريكية كله بيشتكي من ارتفاع الأسعار. ده اللي كانت مصر كنا بنتكلم عليه من فترة، وكان بيقول لك التحديات اللي جاية أصعب، إن إحنا الدولة القوية اللي هي قوي واللي يقدر يحمي نفسه ويأمن نفسه من دخله وامتلاك القدرة، كانت القيادة السياسية صرحت بيها العافي محدش هيقدر ياخد لقمته. بمعنى ان انا اقدر انتج، اقدر ازود انتاج مشروعات البنيه التحتيه والمشروعات اللي كنا بنتكلم عليها، كان ساعتها كان الناس شايفه ان مش ليها اولويه. لو حقل زهر، حقل زهر النهارده بقى محور حديث عالمي. حقل زهر ان الغاز الطبيعي بالنسبه لمصر كموقعها الاقليمي والجغرافي انها تبقى يعني اللي جاي ليها احسن. ودلوقتي بيتكلموا مش على مصر بس، نتكلم على افريقيا، الغاز الافريقي دلوقتي في كلام عن الاحياء الخطوط، خط الغاز اللي جاي من نيجيريا للجزائر وخطوط الغاز من افريقيا كلها ابتدت تنتعش، ان في هيبتدي اعتماد، هيبتدي صعد الاعتماد على الغاز الافريقي. افريقيا ابتدى اتجاه دلوقتي ان يبقى البدايل في الحبوب وفي الغذاء اللي هو الزراعه، استثمار في الزراعه في افريقيا اهميتها ابتدت تبان. دي الفوائد اللي بنقول اللي ممكن تتحقق في اللي جاي. لكن لو بنتكلم على ارض الواقع، على تقييم الوضع دلوقتي، ان شايف ان الاكبر خاسر لحد دلوقتي الغرب. بالنسبه للغرب للنيتو والولايات المتحده هو اللي بيخسر طول ما فتره الحرب بتطول. لان انا من وجهه نظر تانية احنا شايفين ان انت بتتكلم على روسيا، هي روسيا بتدافع عن بلدها، يعني هو بالنسبة له من وجهة نظره بيدافع عن حدود أمن قومي هو موجود ومستقر، فكل ما بيعدي يوم أو وقت هو بيكسب، واللي يعني بيخسر شايف الأوكرانية. إن عامل الوقت في صالح روسيا مش في صالح، في صالح روسيا الغرب طبعا. والضغوطات اللي كان الغرب بيراهن إن مثلا فرض العقوبات على روسيا هيعمل ضغوطات على روسيا ويضغط على العالم، هو ضغط أنا شايف دول العالم كلها دلوقتي يعني من وجهتها سبب الاقتصاد بتاعها الغرب، خصوصا أنت بتقدمش حلول. يعني انت كولايات متحده عندك احتياطي من الغاز، عندك احتياطي من الغذاء، في حلول اتقدمت؟ ما فيش حلول اتقدمت لدول العالم نفسها، الدول الثانيه، الدول اللي اقتصادها بينهار. افريقيا مشكله الغذاء لافريقيا دلوقتي مين اللي بيوفرها؟ هم نفسهم بقوا يعني مشغولين بالمشاكل الداخليه عندهم اكتر. لكن وضع مصر حاليا شايف ان القياده السياسيه، الخطوات اللي اتخذت في الفتره اللي فاتت نتائجها بانت عين ان احنا متماسكين. طبعا في يعني عمليات البناء اللي تمت في السنوات الماضيه اليوم نفهم مغزاها. طيب نروح للدكتور اشرف. دكتور اشرف، طبعا حابب اسمع من حضرتك تقديرك للميت يوم اللي فاتوا، بس كمان حابب اسمع راي حضرتك في موضوع كان محل جدل الحلقه اللي فاتت الخاص بتصريحات هنري كيسنجر، ويمكن كان محل جدل بين حضرتك والدكتورة نورهان والدكتور محمد فايز فرحات في فكرة ان كيسنجر حضرتك كنت شايف ان هو بيمثل مدرسة الواقعية القديمة وانتهى امرها. طيب في امتداد لهذا الخطاب صدر من رئيس دولة اوروبية مهمة وهي فرنسا، وان اختلفت الصياغة لكن المقصد في النهاية واحد. شوف يا فندم، يعني كيسنجر قال حاجتين، قال لك ما تخليش روسيا تنزل من مستوى اللي هي الجريت باورز او الدوله الكبرى الى الدوله الاقليميه. الرئيس بوتين جر دولته روسيا الى مفهوم الدوله الاقليميه، اللي هو بقى يعني ممكن يبقى في المستقبل راس براس بتركيا بالدول الاقليميه اللي هي على شبه المستوى الثالث في تدرج القوه. يعني في عندنا في دوله مهيمنه ودوله كبرى
ودول متوسطة والدول الصغيرة الكتيرة اللي هم موجودين في قاعدة الهرم دول. جر بوتين جر روسيا إلى المستوى الثالث ده، ده معناه أنه هو بيقضي على طموح دولة كان المفترض. طب حضرتك شايف أن روسيا قبل المئة يوم كانت إيه؟ لا كانت أفضل بكتير طبعا. لا في تصنيف القوة شوف، هي كانت دولة صاعدة أن إذا كملت دولة كانت صاعدة أنها تبقى من ضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي. يعني كان التصور اللي طرحه يلستين بأنه هو عايز يضم روسيا إلى الحلف الأطلنطي، وبعدين بوتين أغفل الغرب وضحك عليهم تمام وخدعهم، وكان في كل البرلمانات وكل الزيارات اللي كان بيدور في دول أوروبا كلها أنه بيقول أنا جزء من الثقافة الأوروبية دي، من الأمن الأوروبي ده، من الاقتصاد الأوروبي. هو فعلين هو جزء من الثقافة والأمن الأوروبي. طيب ما هو خدعهم. هو النهاردة إيه فكرة، أنا برجع برضو لمعالي النائب، إيه فكرة تهديد الأمن القومي الروسي؟ يعني النهاردة فنلندا هي طلبت عضوية الأطلنطي، والأطلنطي هيقبلها في مدريد، وهيبقى الأسلحة جنب. حضرتك شايف إن الأطلنطي فعلا هيقبلها؟ هيقبلها بلا شك وبسرعة. هو لأن ده إثبات لفشل العملية، ده إثبات لفشل العملية. قبور فنلندا ب 1200 كيلو جوار مع روسيا، ده إثبات لي في كل المبررات اللي ساقها الرئيس بوتين لأوكرانيا. سواء أوكرانيا هو الرئيس بوتين بيتعامل معها على هنها إزاي من ثقافة الكريملين أو الرئيس بوتين. يعني هو أنا مثلا يعني زوجتي مش عايزة تعيش معايا، لازم أقدمها بالعصاية؟ يعني أوكرانيا خلاص خدوا قرار، بقت دولة مستقلة، في قانون دولي، أنا أنتفض على القانون الدولي بالقوة؟ يعني شريعة الغائب هتفضل ماشية في النظام الدولي؟ شوف كلام النهاردة وقت عزت بيه، أنا قلت له قبل ما نعرف أن بوريس جونسون هيعدي من التصويت على بقائه، ده هو وينستون تشرشل بالنسبة للعقلية البريطانية. ليه بقى؟ وينستون تشرشل وقف ضد توسعات هتلر لما بدأ ياخد دول أوروبا ويخضعهم تحت تهديدات. الرئيس بوتين والعملية العسكرية واستخدام بتهديد سلاح نووي، ده معناه ان احنا سنخضع كل دول اوروبا لتهديدي. اذا حبيت اخذ بولندا انا معايا نووي، حبيت اخذ مولدوفا معايا نووي. لا، في نقطة فكرة، انا بشوف احيانا تصريحات الرأي العام البريطاني والامريكي والاوروبي كمواطنين عاديين مش سياسيين، يعني هم على فكرة بدأوا يتجاوزوا فكرة يعني ايه هتهددنا من نووي احنا جاهزين. يعني وصلوا لمرحلة ان احنا خلاص بقى زهينا من فكره كل شويه تطلع لي سلاح وتقول لي نووي جاي. لا، فكره التهديد باستخدام السلاح النووي كان في تهديد صريح على فكره لبريطانيا، ما جاش من مسؤول خلاص، ولكن جه في الاعلام الروسي ولن يفعلها. شوف فندم ده كله بلافنج. يعني طيب الميت يوم عناوينهم العريضه ايه؟ تلت القوات الروسيه، تلت المعدات الروسيه راحت في هذه الحرب، من 30 ل 50 ألف روسي راح في هذه الحرب. خلينا بقى نتكلم على دي. لا معلش ثانية واحدة. دي معلومات بتتقال على الهواء. مصدرها تقييمات جاية من أكتر من مصدر نثق فيه، جرائد و معنا. يعني حضرتك مثلا أقول لحضرتك على حاجة، هل الجرائد أو العناوين الروسية أو الإعلام الروسي؟ أصل أقول لحضرتك حاجة، يعني القوانين الروسية على حسب علمي يا فندم لا تعلن عن أرقام الضحايا، فمن أين هذا الرقم الإحصائي؟ ده أنا ما شفتش قيادة روسية بتحضر مثلا جنازة ولا تكريم، ولا شفت مثلا زيارة في مستشفيات. إزاي؟ ولا ما بشوفش مقاطعة، بس هنيجي لحضرتك. أنا ما بشوفش يعني احنا ما بنشوفش في تمام. يعني حضرتك شايف ان في استنزاف حقيقي حصل للجانب الروسي، ده أول حاجة. كلمة الفخ لما قلتها قبل ما الحرب دي تبدأ، تاني أوكرانيا فخ روسيا، وأوكرانيا وروسيا فخ للصين. شوف طيب الولايات المتحدة قبل هذه الحرب والولايات المتحدة بعد هذه الحرب، بعد الميت يوم نجحت في ربط الناتو مرة أخرى، وده نجاح لبايدن على فكرة. والولايات المتحدة من الداخل؟ لا بص شوف أنا أقول حياتك على حاجة، الأمريكيين هم داخلين حلبة ملاكمة، هم والأوروبيين وأعضاء الأطلنطي ضد روسيا. ليه بقى؟ لأن حضرتك شفت استطلاع الرأي الأخير لشبكة ABC وإبسوس أمريكا؟ شوف الأمريكيين عندهم أدوات، 70% رافضين السياسة. ما هم يقول اللي يقولوه الشارع مش واخد باله. هو من يصنع السياسة والشارع الديمقراطية؟ هو من يصنع ومن بص يا دكتورة نورهان،
هناك في الولايات المتحدة الأمريكية في مؤسسات بتشوف مصلحة الدولة الأمريكية دي رايحة فين. تمام، أنا يعني لما أشوف عمل المؤسسات، يعني أنت عايز تقنعيني إن في قرارات النهاردة لما يطلع 40 مليار دولار دعم لأوكرانيا ليه؟ لأن قال لك دي حرب لحماية الديمقراطية الغربية والأمريكية. لو النهاردة تخاذلوا بينظروا إلى بوتين أنه يمثل الأوتوقراطية، والأوتوقراطية ستتعاون مع الأوتوقراطية الصينية. عندهم في قيم تختلف عننا طبعا في ثقافتنا وقراءاتنا، الغرب لهم. يعني شايف حضرتك أن الديمقراطيين ضامنين انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر اللي جاي وفق هذه القراءة؟ شوف الديمقراطيين ييجوا، الجمهوريين ييجوا في السياسة الخارجية. ما أنا هقول لحضرتك، أنت مش عايز حضرتك تسمعني. اتفضل يا فندم. الديمقراطيين والجمهوريين يختلفوا على الداخل الأمريكي، لكن الديمقراطيين والجمهوريين يتفقوا في السياسة الخارجية. النهارده شوف القضايا اللي هي بتاعت الفورم بالاسي بتاعتهم كلها متشابهين مع بعض. النهارده شوف أقول لحضرتك، لابروف عايز يروح صربيا، قالوا لي مش هتروح، وزعلان وقال لك الله أنا منعوني، دي دولة كبيرة. سريلانكا وقفت الطيارة الروسي وقالت إيرلندا عايزة الطيارة دي، ما ردتش سريلانكا، مع احترامي طبعا لدولة سريلانكا، تمام؟ ما طلعتش. شايف فكرة إن هو ماكرون يقول لك ليس إذلالا لروسيا، يعني روسيا في احتمال الإذلال. فورن أفيرز نزل مقالة النهارده ظريفة قوي، قال لك لو أوكرانيا كسبت الحرب، يا ده التقييم ماشي بيقول إن أوكرانيا ممكن تكسب الحرب وتذل روسيا. أداء الجيش الروسي سيء جدا، يعني ساعات ايه، انا بخش خناقه، دي قراءه، دي قراءه، انا بخش خناقه غير لما بابا عامل زي محمد علي كلاي، اروح داخل مدي نوك اوت الضرب القاضيه واخلص. لكن انا اقعد بقى في استنزاف وبعد شويه اقول لك اصل احنا بالعمليه التسير كما هو مخطط لها، مخطط لها ايه؟ انا واصل 100 يوم مخطط لها فين؟ ما فيش انا اي مخطط لها خالص. خلينا نسمع. انا لما اخد الدومباس ولا اخد انا ماري بول بايه؟ خدتها بايه؟ بعمليه عسكريه محترفه بسياسه الارض المحروقه. ما انا عادي، انا ممكن اقعد ادمر واكسر. اخدت ايه؟ خليل. عدد القتلى. شوف الباك جراوند او الفكره ان انا النهارده كسمعه كروسيا انها منعت القمح وغلت الاسعار ورفعت الاسعار في العالم كله، ومين المسؤول عن ده؟ العقوبات. عقوبات مين؟ مش هو اللي خد القرار الحرب؟ هو من الذي هجم؟ طب علشان بس من الذي اعتدى؟ احنا كنا بنعتمد، يعني انت حضرتك حملت كمان روسيا هي ازمه طبعا، ده سرقوا القمح الاوكراني وعمالين يدوروا على مشترين في افريقيا، ده كده سرقه. طيب. عيني عينك. هستاذنكم قبل ما اروح للدكتوره نوران، زميلنا مين اللي جاهز معانا من المراسلين؟ زميلنا محمد الزاوي من كييف. اوكي طيب، انا شفت اهو زميلنا. نبدا من ارحب بيهم الاول، زميلنا محمد الزاوي مراسل اكسترا نيوز من كييف، زميلنا خالد شقير من مارسيليا، زميلنا العربي مرزوق من المانيا. خلوني ابدا من كييف من محمد الزاوي. مساء الخير محمد. مساء النور، تحيه لك وللضيوف الكرام. محمد، بعد 100 يوم من الحرب حتى هذه اللحظه تغيرت الأمور كثيرا، يعني في أوقات كنا نسمع عن تقدم للتحركات الأوكرانية، الآن الأمر بدأ وأنه مختلفا، وهناك شبه نقول إيه، تراجع ما في الدعم الأوكرانية. هل ترصد أشياء من هذا القبيل؟ هو في الحقيقة الخبراء هنا يقسمون هذه المئة يوم على مرحلتين. فضل. المرحلة الأولى التي هاجمت فيها روسيا المدن الكبرى، خاصة العاصمة الأوكرانية كييف، مدن خاركيف، سومي وتشيرنيهيف وغيرها، والمرحلة الثانية التي أعلنت فيها روسيا هدفها الثاني بشأن السيطرة على إقليم الدنباس. بالنسبة للمرحلة الأولى، جميع القراءات تؤكد بأن كان هناك فشل ذريع للقوات الروسية، كلفها الهجوم خسائر كبيرة سواء مادية أو بشرية، سواء هنا في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، بحيث لم تستطع دخول المدينة، لم تستطع السيطرة على كبرى المدن. لكن يبدو أن القوات الروسية كما يقول الخبراء العسكريون هنا قد ربما استفادت من تجربة المرحلة الأولى
وربما الضربات القاسية التي واجهتها من قبل القوات الأوكرانية. لذلك تمكنت من اتخاذ سيناريو جديد قرأت فيه الواقع بشكل أفضل، قيمت فيه الجيش الأوكراني وأعطته قيمته الحقيقية على خلاف ربما الهجوم الأول. ولذلك الآن دفعت بالمزيد من القوات، حيث سحبت جميع قواتها من المنطقة الشمالية وكذلك الشمالية الشرقية، دفعت هذه القوات إلى إقليم الدنباس الذي بدأت تحقق فيه تقدما كبيرا من خلال سيطرتها على مدينة ماريوبول. الآن تتجه بخطى ثابتة للسيطرة بشكل كامل على مقاطعة لوهانسك، رغم أن الآن نشاهد ربما استفاقة للقوات الأوكرانية في مدينة سيفيرودونيتسك، هي واحدة من آخر المدن التي تسيطر عليها في هذه المقاطعة. المعارك لحد الساعة وفق ما يقول الجانب الأوكراني مستمرة هناك، معركة شوارع بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية. ربما 100 يوم هكذا ترى هنا في أوكرانيا وبهذه الكيفية. نعم. طيب محمد، سؤال أخير قبل ما أروح لزميلنا خالد شقيق في مارسيليا. محمد، بعد 12 مليون نازح أو لاجئ خرجوا من أوكرانيا وحوالي 5 مليون غادروا البلاد كمسافرين، هل ستعود أوكرانيا مثلما كانت قبل 100 يوم؟ طبعا هذا سؤال كبير جدا، والإجابة عليه على لسان المسؤولين الأوكرانيين بأن البلاد لم تعد ولن تعد ربما كسابق عهدها. الآن أمامها تحديات كبيرة باعتبار أنه مساحة واسعة من البلاد قد احتلتها القوات الروسية، وفق ما أكد الرئيس الأوكراني يقول بأن نحو 20% من مساحة أوكرانيا قد احتلتها القوات الروسية. عودة الأوكرانيين الآن مرتبطة بنتائج هذه المعركة وهذه الحرب، التي بشأنها تدور العديد من القراءات والعديد من السيناريوهات. هناك من يقول بأنها حرب ستكون ممتدة لفترة أطول، هي حرب استنزاف بين الجانبين. هناك من يتوقع ربما أن تتوقف من خلال مفاوضات، أو هناك من يرى بأن إمكانية أن يتجمد الصراع، خاصة وأن لدى روسيا خبرة في تجميد الصراعات مثل ما يقولون. طبعا السؤال بشأن الأوكرانيين لديهم آفاق واسعة مثل ما نلمسه من تصريحاتهم هنا، لكن أمامهم تحديات وتحديات كبيرة، من بينها أولا استرجاع الأراضي التي تمت السيطرة عليها من قبل القوات الروسية وفق ما يقول الأوكرانيون، وبعد ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية، البناء الاقتصادي، إعادة البنية التي هدمت، وكذلك الاتجاه في إطار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وفق الطلب الذي تدفع باتجاه أوكرانيا، هو الحصول على صفة العضو المرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي، وبعدها اتخاذ القرارات ربما المناسبة للانضمام كليا إلى الاتحاد الأوروبي. طبعا كل هذا مرتبط أساسا بنتائج المعارك التي تجري حاليا خاصة في المنطقة الشرقية. بشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد الزاوي مراسلنا في كييف. أروح إلى مارسيليا وزميلي العزيز خالد شقير. مساء الخير خالد. مساء الخير زميلي العزيز أحمد، ليك وللزملاء الأعزاء ولضيوفك الكرام. خالد، يمكن الميت يوم كان ليهم وضع خاص في المشهد الفرنسي، يعني قبل اندلاع الحرب مباشرة كان في وساطة من جانب فرنسا، من جانب الرئيس الفرنسي، أو محاولات للمساعي الحميدة، يعني لو هنتكلم بمفهوم قانوني دقيق، محاولات للمساعي الحميدة قبل اندلاع العملية العسكرية. ثم بعد ذلك الموقف الفرنسي كان متوافقا مع الموقف الغربي في عمومه، وكانت فرنسا تصريحاتها صريحة كجزء من التحالف الغربي، ثم طغت هذه الأزمة على المشهد الانتخابي. الآن فرنسا تأخذ خط دبلوماسي
مختلف حتى في خطابها عن الخطاب الغربي في عمومه. كيف رصدت الميت يوم عندك يا خالد؟ بالحقيقة أحمد، كان هناك تغيراً كبيراً من قبل الخبراء العسكريين والاستراتيجيين لهذه الأزمة، الأزمة الأوكرانية. وفي البداية كانت الجميع يتحدث عن فشل القوات الروسية في تحقيق أهدافها، بل صدمة القوات الروسية بهذا الدفاع المستميت من قبل القوات الأوكرانية، وهذا ما دفع القوات الروسية والجيش الروسي لتغيير استراتيجيته. هذه النقطة تم الحديث عنها كثيرا في الصحف الفرنسية وفي القنوات الفرنسية الحقيقة من خلال متابعتي. فيما يخص الخسائر، فالخسائر في الأرواح والإصابات والعتاد كان يعني محط علامة استفهام من قبل البيانات. خلينا في الداخل الفرنسي، من كل خلينا في الداخل الفرنسي يا خالد. يعني في الداخل بالنسبة للداخل الفرنسي أحمد، هناك ما زال هذا يعني هذا الوقوف مع الجانب الأوكراني وهذا الدعم مع الجانب الأوكراني. وفرنسا استضافت على أرضها أكثر من 85,000 أوكراني، ووسائل الإعلام الفرنسية الحقيقة بتظهر أن الدعم الفرنسي مستمر. بالنسبة للرئيس الفرنسي فموقفه منذ البداية وهو يحافظ على القناة الدبلوماسية المفتوحة مع الرئيس الروسي ولن يغلق هذه القناة. وقال صراحة أن هذا العالم لا ينتمي إلى الولايات المتحدة ولا ينتمي إلى الصين. والحقيقة عنده نقطة هامة جدا أحمد، وهذا ظهر جليا من خلال الاجتماع الاستثنائي الذي تم عقده ببروكسل الأسبوع الماضي، عندما تحدث عن إنشاء الجيش الأوروبي الموحد، وتحدث عن نقطة غفل عنها الكثيرين، وهي أن هناك مصانع أوروبية هي التي ستقوم بإنتاج هذه الأسلحة. فرنسا وألمانيا يدركين جيدا أن الصدام مع روسيا سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة جدا على الاقتصادات الأوروبية، وهذا ما تسبب في هذه الأزمة الاقتصادية الكبيرة وهذا التضخم الكبير. وبالرغم من أن التضخم مرشح للارتفاع في فرنسا وصل لأكثر من 5.2%، مرشح للوصول لأكثر من 7% في الصيف، وحسب بعض من المحللين السياسيين يتوقعوا أنه في حالة استمرار هذه العملية العسكرية أنه سيصل إلى 10%، وهناك أزمات داخلية في فرنسا. ولهذا الرئيس الفرنسي الحقيقة في الوقت الذي كان يحاول في الوصول مع الرئيس التواصل مع الرئيس الروسي لم يغلق الساحة أو التواصل مع الرئيس الأوكراني. يعني بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز خالد شقير من مارسيليا، ومناسبة أشكرك وأشكر طبعا محمد الزاوي على كل جهدكم خلال الميت يوم اللي فات، وطبعا لسه مستنين جهودكم في الأيام اللي جاية. أروح لزميلي عربي مرزوق من برلين. مساء الخير عربي. مساء الخير يا أخي. يعني عربي، قبل ميت يوم مين كان يتخيل أنه هيشوف المسؤولين في ألمانيا بيطلعوا يخاطبوا الشعب الألماني يقولوا الحكومة مش هتقدر تتعامله، وتطلع دعوات بعدم استخدام البنزين او المحروقات، ويبقى في بدايل. انا سمعت ان انتوا بتدفعوا 9 يورو تقريبا عشان ما تركبوش عربياتكم وتركبوا المواصلات العامه، في دعوات من هذا القبيل. ومين كان يقول السبق اللي انت قدمته لاكسترا نيوز الخاص بالمتاجر اللي اعلنت ازازه زيت واحده تكفي؟ النهاردة في كلام أيضا أن من ضمن مكاسب ألمانيا هي عودة ألمانيا للتسليح مرة أخرى بوتيرة مختلفة تماما عما فرض عليها بعد الحرب العالمية الثانية. كيف صارت المائة يوم الأولى من الحرب في الداخل الألماني يا عربي؟
الحقيقة أحمد، العمليات العسكرية الروسية بشكل كامل على الأرض الأوكرانية وبعد وخلال المئة يوم الماضية يعني فجرت مفاجآت كبيرة جدا عن ألمانيا. مش هتكلم على مستوى الباحثين أو الدكاترة وما إلى ذلك، ولكن على مستوى القارئ أو المشاهد العادي. الحقيقة في البداية المواطن الألماني هو الذي يتحمل كل التكاليف الآن من جيبه الخاص. الحكومة الألمانية لا تدعم بشكل كبير. التذكرة 9 يوروهات التي تكلمت عنها هي محاولة من الحكومة الألمانية لتخفيف العبء على المواطن الألماني. يعني معلومة صح، تذكرة بقيمة 9 يوروهات المواطن الألماني. المعلومة صح بالطبع، شهر يونيو ويوليو وأغسطس كل شهر 9 يوروهات، أي شخص ممكن هنا في ألمانيا يشتري الأول مرة في تاريخ ألمانيا تذكرة 9 يورو يتحرك بها في ألمانيا في أي مكان. ودلوقتي الحقيقة بأن دلوقتي 3 أو 4 أيام في أزمة كبيرة جدا في المواصلات في كل القطارات، في زحمة مهولة، أي شخص يقدر يروح من الجنوب للغرب للشرق. يعني محاولة من الحكومة الألمانية علشان الناس تركن سياراتها وتتحرك بالمترو بشكل عام، ولكن التكاليف كلها ارتفاع أسعار الطاقة، ارتفاع أسعار المحروقات، الزيوت المعدنية، الأكل والشرب، كل شيء المواطن الألماني ولا يتحملها من جيبه بشكل مباشر. ولكن الجزء اللي كان مفاجأة للعالم كله، ألمانيا بقوتها الاقتصادية المعروفة في العالم كله، ولكن كانت مفاجأة للجميع أن ألمانيا لديها جيش ضعيف جدا. يجب أن نفصل، يعني زي ما قلت قبل كده معاك في حلقة من حلقات البرنامج، يجب أن يبقى في فرق بين شركات السلاح الألمانية والجيش الألماني. شركات السلاح الألمانية دي شركات مستقلة خاصة تنتج السلاح وتبيعه لدول العالم. الجيش الألماني ضعيف جدا، وكانت المفاجأة أن المستشار الألماني أولاف شولز بشكل مفاجئ استشعر أن هناك خطرا على ألمانيا وأوروبا، يجب تسليح الجيش الألماني ب100 مليار يورو، نسبة كبيرة جدا، أموال كثيرة جدا. وكانت مفاجأة للجميع، الجميع تساءل بين المشاهدين العاديين، ألمانيا بقوتها الاقتصادية ما فيش فيها جيش قوي؟ ودي كانت الحقيقة. الجزء الثاني ان المانيا ما عندهاش بقوتها الاقتصاديه، اقتصادها مرتبط بروسيا بسبب الغاز، 56 مليار متر مكعب سنويا بياتي من روسيا. المانيا دلوقتي روسيا لو اتخذت القرار بيغلق صنابير الغاز نورد ستريم 1 وكل هذه المشاريع بين روسيا والمانيا، يكون في ضغط كبير جدا على المانيا، رغم تصريحات الحكومه الالمانيه ان الموضوع مش هيأثر بشكل كبير، ولكنه سيؤثر بشكل كبير حسب كل المعاهد والدراسات. المانيا لا يوجد لديها بنيه تحتيه لتسهيل الغاز الذي ربما سياتي من دول عربيه في المستقبل او من الولايات المتحده الامريكيه او من اي دول اخرى. الان هولندا والدنمارك وهولندا والنرويج هي التي تساعد المانيا، على الرغم من ان المانيا ما زالت بنسبه 35% يعني معظم مواخر الغاز بتتجه بالفعل الى هولندا. بالضبط. المانيا دلوقتي اجرت، قامت باستئجار 4 محطات عائمه بقيمه 3 مليار يورو لتسهيل الغاز اللي هيجي مختلف دول العالم، ولكن لا توجد بنيه تحتيه. الاتحاد الاوروبي بشكل كامل فيه 26 محطه ثابته لتسهيل الغاز، 7 منهم موجودين في البرتغال واسبانيا. اسبانيا والبرتغال احمد وسجل، دي اسبانيا والبرتغال هيكون لهم دور كبير جدا جدا في مساعده الاتحاد الاوروبي في موضوع الطاقه والغاز مستقبلا، لانهم بيملكوا محطات لتسهيل الغاز، 7 محطات في اسبانيا والبرتغال، وهناك عمليات بشكل يعني غير معلن الان لمد خطوط من الانابيب داخل الاتحاد الاوروبي تحديدا من اسبانيا ومن البرتغال مستقبلا، هيساعدوا بشكل كبير جدا مستقبلا. ولكن المانيا يعني البنيه التحتيه، لا توجد بنيه تحتيه في المانيا لتسهيل الغاز. دي كانت مفاجات للعالم بشكل كامل برغم قوتها الاقتصاديه. المانيا الان تعلمت من كل هذا الامر، لدرجه المستشار الالماني اولاف شولز اعلن عن اعاده هيكله كامله للاقتصاد الالماني بمشاركه ارباب العمل والموظفين والشركات الكبرى. الجميع سيجلس خلال الشهور القليله المقبله لاعاده هيكله كامله، لانهم اكتشفوا ان الامن، امن الطاقه الالماني والامن الالماني بشكل عام مهدد. طيب عربي، قبل يعني ما اتركك، وطبعا بشكرك على كل ما ذكرته، كان زميلنا خالد شقير اشار الى الطرح الفرنسي بجيش اوروبي موحد، هل مثل هذه الاطروحات ستلقى قبولا لدى المانيا؟ الحقيقه يعني هي الحكومه الالمانيه في المانيا تحديدا الموضوع ده لا يوجد ترويج كبير ليه. ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي كان اول واحد دعا للموضوع ده في 2017 بعد ما فاز بالجولة الأولى بعد 4 شهور تقريبا، أعلن عن جيش موحد وكان يقصد بشكل مباشر البعد عن الولايات المتحدة الأمريكية وحمايتها لأوروبا، جيش أوروبي موحد. ولكن ألمانيا لا تميل بشكل كامل حكومة لهذا الأمر، ولكن هناك مشاريع دفاعية مشتركة بين ألمانيا وفرنسا، بين ألمانيا وهولندا وما إلى ذلك، ولكن لا يوجد ميل كامل. المستشار الألماني أولاف شولز أعلن بشكل مباشر عملية تسليح للجيش الألماني الآن والبرامج الدفاعية، الهدف منها تكوين جيش
اعتيادي عادي جدا بالمفهوم العسكري يكون قادر على حماية ليس فقط ألمانيا ولكن أوروبا بشكل كامل. لذلك الحكومة الألمانية لا تميل بشكل كامل لجيش أوروبي موحد، حتى في دول أوروبية كثيرة أعلنت أنها لا تميل لهذا الأمر. إذا كان هناك جيش أوروبي موحد لمن ستكون القيادة؟ للمفوضية الأوروبية؟ هناك دول أوروبية ترفض هذا الأمر أن يكون هناك جيش موحد. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز عربي مرزوق من برلين. بعد هذه الجولة بقى نروح للدكتورة نورهان الشيخ. دكتورة، كتير من توقعاتك خلال 100 يوم حصلت، ولكن برضو بعض التوقعات واللي كان فيها جزم بمدى زمني يعني لم تتحقق. بعد 100 يوم وبعد التصريحات من خبراء عسكرية روسيين من خلال تقارير إعلامية روسية، عشان ما تقولش أنا ما بقولش مصادري أنا، خلاص يا دكتور تمام، إن لسه في مرحلة تانية ومرحلة تالتة لهذه العملية العسكرية. قرأتك بقى للمية يوم دول؟ لا، هي زي ما قلت لحضرتك قبل كده إنه في أهداف والأهداف محددة تتحقق على أي مدى وفي خلال أي فترة زمنية، هو ده الفرق. وفي زي ما قلت حضرتك كان في رؤيتين مطروحتين، الرؤيه اللي هي ان احنا ندخل فعلا نخلص في وقت كام يوم اسبوع ايا كان، ورؤيه ودي اللي كان بيفضلها الرئيس بوتين اللي هي التقدم بثبات وببطء في نفس الوقت للحفاظ على يعني قدر اكبر قدر ممكن من يعني الروس والمدنيين وايضا يعني البنيه الاساسيه الاوكرانيه بالذات في الشرق، وعشان ضمان انه يبقى في تمشيط كامل، ما يبقاش في اي ثغرات، ما بيبقاش في اي جيوب، يبقى فعلا في يعني تقدم ثابت وامن بالنسبه لروسيا. في بدات فعلا اعاده الاعمار، لا بدات في لوغانسك، رئيس لوغانسك كان موجود في موسكو ووقع اتفاقيات مهمة جدا بخصوص إعادة الإعمار، فإحنا بدأنا ندخل في مراحل أخرى. معلش عفوا، هو رئيس من وجهة النظر رئيس الروسية من وجهة النظر الروسية يعني فبدأت في تغيرات كثيرة تحصل ربما أوضح في الشرق. لسه دونسك فيها مشاكل طبعا، لسه قوز دونسك يعني مش قادرين يحققوا فيه، يعني في هياخد وقت، ما عادش في عجله عموما، القياده الروسيه ما عادتش في عجله من امرها لانهاء هذه العمليه. طيب، في بعض القراءات الغربيه ذكرها الدكتور اشرف سينجر، تتكلم على مدى الخسائر اللي تحققت لروسيا في ال 100 يوم الاولى، ان العزله ادت الى حد كبير غرضها تجاه روسيا، وبعض القراءات الاخرى من باحثين تتكلم على ان المدى الزمني قد يكون يميل ناحيه روسيا. صحيح، ولكنه عكس طموح الرئيس بوتين لاسباب تتعلق بعمر الرئيس بوتين. لا يعني انا الحقيقه معرفش، اكيد حضرتك قريت هذا الكلام، يعني انا معرفش الرئيس الدكتور اشرف بيجيب الحقيقه، لا تقارير غربيه معظم الاعلام، الدكتور يعني اشرف فعلا غريبة بالارقام اللي اتقالت، لا الاعلام الغربي كتب هذه الارقام، وفي تقارير بحثيه كانت بتتكلم على، وحتى احنا كنا اتناقشنا في مره في دي بعد الهوا، كان في تقارير غربيه بتتكلم على 1000 عسكري و2000 عسكري كل يوم. لا يعني دي اعتقد تقارير مبالغ فيها جدا، الواقع طبعا يعني المشهد على الواقع وعلى الارض واضح لكل الناس، هي جزء من الحرب الاعلاميه بالضبط يعني، لكن التقدم الروسي واضح، الخسائر الروسيه في خسائر طبعا، ما حدش يقدر ينكر في خسائر، لكن مش بهذا الشكل اللي بيصوره الغرب، لا ماديا ولا بشريا الحقيقه. يعني الخسائر الاكبر فعلا هي في الجانب الاوكراني سواء مادي او بشري، ودي واضحه للعيان للجميع. النقطه اللي حضرتك بتقول عليها، انا شايفه ان الوقت بالعكس اصبح لصالح روسيا ولصالح الرئيس بوتين. الرئيس بوتين بيتمتع بصحه جيده جدا، هو شخصيه رياضيه والعمر الطويل له ان شاء الله، فهو يعني عكس بعض التقارير الغربيه برضو اللي بتحاول بتروج لحاجات الحقيقه غريبه جدا، لكن هو الحقيقه الحمد لله في صحه جيده جدا. فلسه سنوات دكتور ممنوع المقاطعه، دكتور ممنوع المقاطعه، العمر ده بيد الله يا دكتور، ممنوع المقاطعه معلش. طيب حضرتك كنت في الاول بتتكلمي في بدايات
المعركة أن العملية أسبوع 10 أيام. ده صحيح بكلام الخبراء العسكريين في الإعلام الروسي. إحنا بنتكلم أن هذه الحرب يعني ممتدة أضعف يعني أضعف الإيمان لنهاية العام. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك برضو أستاذ أحمد ما فيش ما نقدرش نحدد دلوقتي. يعني في لحظة ما كان فعلا زي ما قلت حضرتك تصور أنها تكون عملية خاصة وكان في رغبة من جانب عدد من العسكريين أنها تكون سريعة وتنهي كل شيء. لكن فعلا زي وانا زي ما بقول لحضرتك النموذج للعمليه النموذج المصغر للعمليه هو المصنع. هل طرح هنري كيسنجر ممكن يبقى طرح مقبول داخل روسيا؟ هو لان دي مطالب روسيا. يعني اذا تم الاعتراف بالقرم جزء من روسيا واذا تم الاعتراف باستقلال دونيسك ولوغانسك روسيا من الاول هي قالت ده، والمسوده اللي وافقت عليها روسيا واللي انسحبت على اثرها من محيط كييف كانت بتنص على ده، وزيلينسكي في لحظة قبل دوت وبعد كده يعني تغير موقفه. عايز أقول حتى كان في أصوات تانية، يعني بلسكوني هو صحيح بلسكوني رئيس وزراء سابق ولكن هو سياسي بيقود حزب يعني مهم في إيطاليا وشخصية معروفة ومهمة أيضا في الحياة السياسية الأوروبية بشكل عام، وقال نفس الكلام وصحيح وجه إليه انتقادات من أحزاب أخرى وربما من داخل حزبه، لكن يظل صوت ثالث بيضاف إلى كيسنجر بيضاف إلى ماكرون أنه برضو مع فكرة التسوية بشكل أو بآخر. رد الفعل الروسي على تصريحات الرئيس الفرنسي؟ روسيا موقفها ثابت، هي يعني الموقف أنه ما لا يؤخذ بالمفاوضات هيؤخذ بالقوة، وبالتالي هي تفضل المفاوضات بالتأكيد، ولكن المهم المفاوضات على إيه؟ لابد أن يكون ده بيحقق المطالب الروسية، المطالب الروسية سواء فيما يتعلق بالأمن القومي الروسي زي ما أشار الدكتور عبدالله أو فيما يتعلق كمان بمسألة الوضع القرم ودونسك ولوغانس. أنا عايز أقول لحضرتك أنه الفكرة بعد 100 يوم أن خطر الحرب العالمية الثالثة لم يعد مستبعد تماما. يعني إحنا كلنا كنا بنستبعده في أول حلقات وبنقول أن ده مستبعد. أنا ما استبعدتوش بس أنا ما قلتش رأيك على هو. لكن للأسف الشديد إحنا يعني في مرحلة أصبحت مسألة نظام عالمي متوتر. بالضبط في توتر شديد. لو حدث وبالمنظومات اللي بتبعتها الولايات المتحدة حاليا لكييف أو بغيرها حصل اعتداء على القرم، روسيا هترد بقوة شديدة طبعا في البداية هيكون أو في مرحلة أولى على كييف على المنطقة الإدارية لكييف اللي فيها طبعا الرئاسة وغيرها والحكومة وغيرها. لكن لو لم يتوقف الأمر عند هذا الحد الرئيس بوتين قالها صراحة هيستهدف مراكز صنع القرار بشكل عام الخاص بأوكرانيا، وده معناه أن هذه المراكز قد لا تكون بالضرورة في كييف، وهذا هو هذه هي الخطور. فيعني احنا بس عشان برضو بنصحح او بنعدل بعض المواقف. حضرتك شايفة القادم ازاي؟ القادم يعني روسيا هي بتتحكم الى حد كبير في وتيرة المعارك ووتيرة الازمة، لكن اعتقد الموقف الامريكي عليه جزء كبير جدا. يعني لو لم يكون هناك قدر من العقلاء في الولايات المتحدة لتحجيم الأمر بالنسبة لأوكرانيا واستمر هذا التصعيد بهذا الشكل أعتقد أنه إن إحنا يعني حضرتك شايفة أن ارتفاع وتيرة الصراع من عدمه في إيد الولايات المتحدة، في إيد الولايات المتحدة هو دي الأهم. لأن عايز أقول لحضرتك على حاجة، الولايات المتحدة هي من البداية اللي أدت إلى هذا الوضع بمواقفها بسياستها برفضها. ازاي الولايات المتحدة طلعت قالت هيحتلوا أوكرانيا في التاريخ ده؟ لان وحدث ما اعلنته، خلينا ندي لكل الاطراف برضه. بس كان البديل ايه يا استاذ احمد؟ البديل روسيا قالت قدمت ضمانات وقالت لو انا تم الاستجابه بالظبط لو تم الاستجابه للضمانات انا مش هاخد خطوه عسكريه. لكن للاسف الولايات المتحده الامريكيه رفضت مع الناتو رفض المناقشه حتى الضمانات. وعايز اقول لحضرتك على حاجه للأسف الشديد، يعني أنا تصوري أن السياسة الأمريكية وبعض الدوائر الأوروبية لا يفهموا العقلية الروسية، هم بيتعاملوا بالعقلية الروسية بالمسطرة الأمريكية، الروس غير الأمريكان وصنع القرار الروسي غير الأمريكي، وكلما زاد الضغط على روسيا زادت صلابة وزادت عندا وزادت تمسكا بمطالبها، وكلما تم تأجيج يعني الأمر كلما كان رد الفعل أكثر يعني قوة.
فلابد ان احنا يعني لابد التعامل الغربي وبالذات الامريكي يفهم هذه النقطه، والا احنا يعني زي ما بقول لحضرتك الدنيا يعني رايحه الى سيناريو لا نامله كلنا يعني. تمام. دكتور حازم، يعني السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اشار ان التكلفه المباشره وغير المباشره للحرب بالنسبه للاقتصاد 465 مليار جنيه. ازاي نقدر يعني نحتوي هذه الصدمه الاقتصاديه من وجهه نظرك؟ الحاجه الثانيه، لو هتعمل تقدير موقف للثمان سنين اللي فاتوا، كيف استعدت مصر لهذا الخطر العالمي اللي اكيد كان غير منظور للكثير من بيوت السياسة في العالم كله مش في مصر بس؟ خليني في البداية أعقب بإيجاز على الوضع العالمي، وهاخد الوضع العالمي للدخل المصري. الوضع العالمي طبقا للأرقام اللي طالعه عن صندوق النقد في حالة من التضخم ومعدلات التضخم في العالم كله، زي مثلا 6% في الدول الصناعية، 8% في منطقة اليورو، 5% في الدول النامية. الموضوع ده أثر بشكل كبير جدا على سلاسل الغذاء وسلاسل الإمداد والتموين، وبالتالي كانت متأثرة بالفعل بفعل كورونا أصلا. بالضبط، بفعل كورونا. وهنا أنا بحب أربط الاثنين ببعض، إن هي الخروج من كورونا إلى الأزمة الأوكرانية الروسية والعملية العسكرية، وده بياخدنا على الدخل المصري واستعداد مصر ازاي كان عامل ازاي من فتره ما قبل كورونا والاجراءات اللي اخذتها الدوله المصريه في حاله كورونا اللي طلعتنا بمعدلات نمو اشاد بيها العالم كله. مشاريع البنيه التحتيه اللي اتعملت من 8 سنين، الطرق والكباري، الاهتمام بالزراعه والصناعه والمنتج المصري، قرارات البنك المركزي المصري للحد من معدلات التضخم، الايقاف الاستيراد على بعض السلع والتعليمات اللي صادره من البنك المركزي، كل ده حطنا في مرحله تاهيليه للاستعداد. يعني نستوعب مثل هذه الصدمه، للاستعداد للصدمه وتقبلها. وده كمان ادانا فرصه، انا بشوف كدوله مصريه وقياده سياسيه على علم بالموضوع ده جدا، الفرص اللي قدامنا مش عايز اقول استغلال العمليات العسكريه او الازمه الموجوده، ولكن لخلق فرص استثماريه اقتصاديه تفيد بالعائد على الدوله المصريه. زي مثلا مشاريع الغاز، حقل زهر كانوا بيتكلموا على الموضوع ده البارح، المنتدى الغاز المتوسط وتفعيله ومد خطوط الغاز لأوروبا عن طريق المنتدى. كمان عندنا الزراعه والامن الغذائي، الامن الغذائي والسعي بالضبط الى الاكتفاء الذاتي، فكل ده بيضع الدوله المصريه في نقطه تحول. تمام، سببها الاساسي هو الازمه الروسيه الاوكرانيه، وان احنا بنخلق فرص واسواق للامن الغذائي، لازمه الطاقه البديله. معنى كلام حضرتك ان من ضمن ما هو في طيات المحن تاتي المنح، من ضمن هذه المنح ان الفكر الاستراتيجي في عقل الدوله ينتقل الى الفكر الجمعي، ان يبقى سلوك مجتمع، وده الاساس الحلقه بتاعتنا النهارده. واساس كمان الشارع المصري بيتكلم على ايه، ان احنا رايحين على فين. ونقطه حضرتك في جايه في الاهميه، ان في هدف واحد امام الشعب المصري والقياده السياسيه للعبور من الازمه. ويمكن الشعب على يعني المصري اوار جدا بالموضوع ده في ازمه كورونا وكوفيد والاجراءات اللي ابتدى اخذها، فهو عنده المناعه يعني. المناعه، واخد التدريب والتاهيل اللي مخليه يعرف يقف قدام الازمه دي. ودي نقطه طلع منها المواطن المصري البسيط، وشاف قد ايه المشاريع القوميه اللي حصلت، البنيه التحتيه والاساسيه والمشاريع الاقتصاديه ومنتدى غاز المتوسط، ادى بالوصول المصري بالمعدلات النمويه اللي طلعت بيه دلوقتي. تمام. دكتور محمد فايز فرحات، اطلنا عليك ولكن يعني ختامه مسك يعني زي ما بنقول كده. بعد ال 100 يوم هل ستتعامل بكين مع واشنطن بنفس صيغة التعامل اللي كانت قبل الميت يوم؟ يعني أعتقد ده طبعا هيعتمد على النتيجة النهائية للحرب الروسية الأوكرانية بالتأكيد. لكن قبل ده أعتقد أنه يعني استكمالا لما تفضل. أنا آسف لمقاطعة حضرتك، بس إحنا شفنا ما بين بكين وواشنطن في الميت يوم، إذا جاز سجيل السياق التلاسن التصريحات، ما شفناهوش في 30 سنة. صحيح. في 100 يوم.
سجال، وكان في جوله مهمه اثناء جوله الرئيس الامريكي لبولندا بتهيألي كوريا الجنوبيه واليابان. ايوه عفوا يعني استكمالا للنقاش واللي تفضل بيه الزملاء، يعني اعتقد انه بعد 100 يوم في مجموعه من القضايا ستبقى معنا بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه، او بعضها سيكون مؤجل لانه بعضها اسئله مفتوحه، من ضمنها السؤال المهم اللي حضرتك يعني سألته هو كيف ستتعامل بكين مع المرحلة القادمة. أول نقطة في تقديري هي عودة التوازنات التقليدية، عودة توازن القوى. فكرة توازن القوى أصبحت قضية أساسية. القوى الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كانوا في العقود السابقة بعد حسم الصراع مع الاتحاد السوفيتي وتحول النظام العالمي إلى نظام أحادي القطبية، أهملت هذه الفكرة بشكل كبير. الإيكونومست من ثلاث أيام بيتكلموا أن مسألة الردع النووي دي خلاص انتهت. بالضبط. ما تقوم به روسيا الآن هو فرض نظام توازن قوى جديد في هذه المنطقة، وتحديدا مع الاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة الأمريكية. والأداة الرئيسية المستخدمة هي القوة العسكرية، هي التصريحات الأخيرة اللي صدرت عن روسيا فيما يتعلق باستعدادها للانتقال إلى أهداف أخرى إذا ما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية أو الناتو يعني تسليح جديد لأوكرانيا أو غيره، فتح الباب أنه فبالتالي الفكرة واضحة أنه سيكون هناك توازن قوة سيتم فرضه بالقوة، وسيتم تدمير أي قدرات عسكرية من وجهة نظر روسيا لا تتناسب مع الأمن القومي ومع الحسابات الأمنية أو الروسية. هذه مسألة مهمة، فرض توازن القوة وعودة هذه الفكرة بشكل قوي جدا، وتصريحات يعني كيسنجر أعتقد أنها في قلب هذا التوجه. وضمن هذا التحول او ضمن هذه النقطه اعتقد انه مساله توسع الناتو شرقا اصبحت موضوع يعني سؤال، هل سيستطيع الاتحاد الناتو فعلا فرض هذه المساله ام لا؟ هل سيستطيع ضم بولندا او يعني فنلندا والسويد اعتقد انها، واوكرانيا اعتقد انها حسمت لن تكون عضو في لن تكون في تقديري طبعا. فبالتالي دي أول نقطة، أول هذه مسألة ستبقى معنا لفترة طويلة، هي فرض توازن القوى بشكل واضح. النقطة الثانية هي أشرنا إليها في حلقات سابقة، هي عودة الأحلاف. الأحلاف ستكون ظاهرة مهمة. الأحلاف الظاهرة من وجهة نظرك؟ الأحلاف الدولية. الناتو سيظل حلف مهم موجود حتى وإن لم يتم وقف توسعها أو تمدده شرقا، لكن سيظل موجود، وستكون هناك موجة أخرى من الأحلاف الدولية في منطقة الإندو باسيفيك. الحوار الأمن الرباعي تم تعميقه بشكل كبير أثناء أيضا الجولة الأخيرة للرئيس بايدن. حلف أوكس، الصين أيضا حاولت بعد انتهاء زيارة بايدن مباشرة، راح وزير الخارجية الصيني إلى جزر سليمان وطرح فكرة معاهدة أمنية مع دول الجزر في جنوب المحيط الهادي، أي صحيح أنها لم تلقى قبولا كبيرا حتى الآن، لكن المهم أن هناك سعي إلى بناء أحلاف جديدة، وبالتالي الأحلاف ستكون مهمة في النظام الدولي في الفترة القادمة، والأحلاف القائمة أو الموجة الجديدة أعتقد لن تكون النهائية. أستاذن سيادتك، هياخد من موسكو زميلي حسين مشيك مراسل إكسترا نيوز، ومن واشنطن زميلي كريم يسري مراسل إكسترا نيوز في واشنطن، وهرجع أسأل حضرتك على الشرق الأوسط والمنطقة في الميت يوم اللي فاتوا. خلوني أبدأ من موسكو. مساء الخير يا حسين. مساء الخير أحمد لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. حسين، بعد 100 يوم لم تعد العملية العسكرية عملية خاطفة، احنا بنتكلم على عملية ممتدة. تداعيات 100 يوم في الداخل الروسي، تأثيرها على الاقتصاد الروسي كما ترصده من على الأرض، وتقول لنا على الجديد بالنسبة لك فيما هو قادم. نعم أحمد، بعد مرور أكثر من 100 يوم على العملية العسكرية الروسية في المدن الأوكرانية، لا زالت القوات الروسية
تواصل أعمالها العسكرية في المدن الأوكرانية لتحقيق الأهداف التي أعلن عنها الرئيس بوتين في 24 من فبراير الماضي. وأيضا بالمقابل لا زال الغرب يفرض المزيد من العقوبات على روسيا على إثر إعلان العملية العسكرية. الغرب والاتحاد الأوروبي بشكل خاص فرض حزمة سادسة من العقوبات منذ يومين على روسيا وتحديدا على النفط من روسيا. الاقتصاد الروسي تأثر بالعقوبات التي تم فرضها، لكن هذا التأثر لغاية الآن لا زال تحت السيطرة حسب ما تؤكد الحكومة الروسية. أيضا المواطن الروسي تأثر من هذه العقوبات. هنا الآن في الداخل الروسي أحمد يوجد ارتفاع في أسعار المواد الغذائية، لكن هذا الارتفاع لا زال بالشكل الملحوظ لغاية الآن. أيضا هناك انقطاع لبعض المواد الأولية التي كانت تستوردها روسيا من الخارج. هذه المواد الآن غير مؤمنة في الداخل الروسي. الحكومة الروسية أحمد بالمقابل تعمل على تأمين هذه المواد من الدول الحليفة لروسيا، لكن هذا الشيء غير مؤمن لغاية الآن نظرا إلى صعوبة تأمين هذه المواد من الدول الحليفة، حتى نظرا إلى حظر الطيران، مرور الطيران الروسي فوق معظم الدول الغربية والأوروبية. أيضا المواطن الروسي أحمد الآن بدأت عدد من الشركات الأجنبية التي أقفلت عقب الإعلان العملية العسكرية، الآن بعض الشركات بدأت تتوقف عن دفع رواتب الموظفين الروس طيلة الفترة السابقة. وبالرغم من إقفال هذه الشركات المراكز التجارية في الداخل الروسي، إلا أن الشركات الأجنبية كانت تدفع رواتب الموظفين وتدفع أيضا أجار المراكز التجارية التي كانت تستأجرها من الحكومة الروسية. لكن في بداية شهر يونيو الحالي بعض الشركات أوقفت دفع رواتب الموظفين. هذا ما حذر منه عمدة موسكو سيرجي سابيانين عندما أعلن عن إمكانية ارتفاع معدل البطالة في حال بالفعل أو في حال لم تستأنف هذه الشركات الأجنبية أعمالها في الداخل الروسي. الحكومة الروسية تعمل على جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين الأجانب إلى الداخل الروسي. أيضا الحكومة قدمت بالمقابل المزيد من الإعفاءات إلى هذه الشركات وإلى المستثمرين الأجانب، على سبيل المثال إعفائهم من نظام الضريبة لمدة 3 سنوات، وأيضا تقديم دعم مالي إلى موظفي هذه الشركات وإلى الأسر الروسية التي يوجد لديها أطفال. لكن لا زال لغاية الآن المواطن الروسي يراقب بشكل كبير الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة الروسية، وأيضا الإجراءات الجديدة التي ستعلن عنها الحكومة في الأسابيع المقبلة، نظرا إلى أن المواطن الروسي لغاية الآن يشعر بالخوف من العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو. وأيضا التخوف لدى المواطن الروسي يدفعه أكثر إلى تخزين أكبر عدد ممكن من المواد الغذائية، نظرا للتخوف من ارتفاع أسعار هذه المواد، وخصوصا مع الكلام الغربي عن الأزمة الغذائية وتحميل المسؤولية هذه الأزمة لروسيا. لكن بالمقابل أحمد روسيا أعلنت عن استعدادها للمساعدة في تخفيف حدة هذه الأزمة، لكن ذلك يجب أن يتزامن بعدة شروط. من هذه الشروط رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على روسيا، وأيضا إزالة القوات الأوكرانية للألغام التي وضعتها في الموانئ. بالرغم من كل هذه الظروف وبالرغم من كل التأثيرات الاقتصادية على المواطن الروسي، لكن المواطن الروسي أحمد لا زال يتمسك بقرارات قياداته وتحديدا القيادة العسكرية، لأن روسيا وضعت أمام خيارين، إما السيطرة وإما حماية الأمن الروسي ومصالح المواطن الروسي، وإما عدم استقلالية روسيا وتفكك روسيا. هذا الأمر لا يقبله المواطن الروسي، لذلك لغاية الآن لا نرى أي ظهور أو أي وجود للمواطن الروسي أو تنديد بالعمل العسكري الروسي، بل على العكس المواطن
الباطن الروسي يشجع القيادة الروسية على الإجراءات وتحديدا على العملية العسكرية، وأيضا يطالب هذه القيادة باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الأمن الروسي أكثر، وتحديدا بعد كلام فنلندا والسويد عن الانضمام إلى حلف الناتو وفي حال وصول الحلف إلى الحدود الروسية. هذا الأمر لا يقبله المواطن الروسي، يطالب قيادته باتخاذ إجراءات أكثر حاسمة لحماية الأمن الروسي بشكل جدي أكثر. طيب يا حسين، تقبل مني أنا سؤال أخير؟ نعم تفضل. بعض التقارير الغربية أثارت تساؤلات كثيرة على عمليات منح الجنسية الروسية لمواطنين من أوكرانيا. إيه التفاصيل اللي عندك في الموضوع ده؟ نعم أحمد، بعد سيطرة القوات الروسية على مقاطعتي زاباروجي وخيرسون، بالفعل الرئيس بوتين وقع مرسوم تسهيل حصول سكان هذين المقاطعتين على الجنسية الروسية. الخبراء هنا في الداخل الروسي أكدوا على أن روسيا ستحاول ضم جميع المدن الأوكرانية التي يتم تحريرها من القوميين الأوكرانيين كما تصفهم موسكو. هذا الأمر لم يعد سرا في الداخل الروسي، روسيا بالفعل أحمد حسب الخبراء طبعا تريد ضم جميع المدن التي يتم تحريرها من المقاتلين الأوكرانيين. العملية العسكرية الروسية أصبح الآن هناك حديث عن كييف نفسها، أصبح هناك الآن حديث عن العاصمة نفسها، العاصمة الأوكرانية كمرحلة ثالثة من العملية. نعم أحمد، هذا الأمر لم يعد سرا، الرئيس بوتين بشكل علني أعلن وأكد على أن القوات الروسية والقيادة العسكرية الروسية ستزيد من أهدافها ومطالبها في حال ما طال الجانب الأوكراني بإجراء التفاوض وتوقيع الاتفاق مع روسيا. وهذا الشيء الآن روسيا بالفعل ستبدأ مرحلة ثالثة من العملية العسكرية، لكن هذه المرحلة لغاية الآن لم يتم إعلانها بشكل رسمي من قبل وزارة الدفاع الروسية. الآن القوات الروسية تريد تحرير منطقة دونباس بالدرجة الأولى من القوميين الأوكرانيين. سمعنا كلام في الأيام الماضية عن تغيير واستخدام تكتيكات عسكرية جديدة لتسريع وتيرة العملية العسكرية. بالفعل هذه التكتيكات على ما يبدو بدأت القوات الروسية تستخدمها نظرا إلى البيانات الرسمية التي تعلن عنها وزارة الدفاع الروسية كل يوم على لسان الناطق الرسمي باسمها اللواء إيغور كوناشينكوف. اليوم في بيانها الرسمي وزارة الدفاع أعلنت عن تحرير مدينة سفياتوغورسك في إقليم دونيتسك. أيضا بالمقابل هناك تقدم متواصل وتقدم متسارع للقوات الروسية في إقليم لوغانسك. بعض الجيوب التي تقع في مدينة سيفردونيتسك، وهذه المدينة التي تعد آخر معاقل القوات الأوكرانية في إقليم لوغانسك، القوات الروسية سيطرت بشكل شبه كامل على هذه المدينة. لا زالت القوات الأوكرانية أو بعض القوات الأوكرانية يختبئون في الغابات المتاخمة لسيفردونيتسك، لكن القوات الخاصة في الجيش الروسي تلاحق هؤلاء المقاتلين لكي يتم تحرير إقليم لوغانسك بشكل كامل. الأيام المقبلة أحمد ستكون أيام أكثر حاسمة نظرا للتقدم العسكري وللعمل العسكري للقوات الروسية. لكن بالنسبة لكييف بالفعل القوات الروسية ستقترب من العاصمة الأوكرانية كييف، لكن توقيت هذا الاقتراب أو توقيت التقدم العسكري نحو كييف لا زال لغاية الآن يأتي أو يتم الحديث عنه بشكل سري. لا أحد هنا في الداخل الروسي يعلن عن هذه الأهداف أو عن هذه العوامل، لكن هذا الشيء هو مؤكد من قبل الخبراء والمراقبين للعملية العسكرية. الجميع يعلم على أن القوات الروسية، وهذا منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية لم يكن هذا الشيء أحمد سري، القوات الروسية بدأت عملياتها العسكرية، لن تتراجع عن هذه العملية إلا بعد تحقيق كافة الأهداف. وبالرغم أيضا من استمرار الغرب بتقديم الصواريخ والمساعدات العسكرية للقوات الأوكرانية، هذه الخطوة التي يتخذها الغرب على العكس لن ترضع القوات الروسية عن التقدم بل على العكس. وصلت النقطة زميلي العزيز حسين مشيك مراسلنا، مراسل إكسترا نيوز من موسكو، بشكرك شكرا جزيلا. أروح لزميلي كريم يسري من واشنطن. مساء الخير كريم. مساء الخير أحمد. كريم، أفتكر أن التفاعلات في الداخل الأمريكي خلال 100 يوم
كانت متسارعة للغاية، سواء ما اتصل بشكل مباشر بالحرب الأوكرانية أو ما أسهمت هذه الحرب في تفاعله داخلية مفجرة أزمات أخرى في الداخل الأمريكي. رصدك للميت يوم في الداخل الأمريكي إزاي؟ بالتأكيد يعني التفاعلات كانت على المستوى السياسي والاقتصادي. أبدأ معك بالمستوى الاقتصادي. خلال 100 يوم من العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا أو اجتياح روسي لأوكرانيا على حسب وصف المتحدثين من البيت الأبيض والخارجية الأمريكية والبنتاغون، نجد أن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة أدى إلى ارتفاع قياسي في نسب التضخم لم تحدث منذ 40 عاما تقريبا، ارتفاعات في كافة أسعار السلع والخدمات. السبب الرئيسي يرجع إلى ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، نتحدث عن أن جالون الوقود أو ما يعادل 4 لترات من الوقود في الولايات المتحدة يعني يتجاوز حاجز الـ4.5 دولارات، بينما المواطن الأمريكي كان يدفع تقريبا ما مقداره 3.5 دولارات أو أقل خلال قبل عمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا. أيضا المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير ولكن ما زالت متوفرة في الأسواق الأمريكية، يعني ربما المنتج الوحيد الذي على مدار الفترة الماضية عانى منه المجتمع الأمريكي من عدم توفره هو منتجات الخاصة بحليب الصناعي للأطفال. السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى مشكلة في أحد المصانع الأمريكية العاملة في هذا المنتج من ضمن 4 مصانع وليس مرتبطا بشكل كبير في الأزمة الروسية الأوكرانية على حد وصف عدد كبير من الخبراء. نتحدث أيضا عن أن مواجهة ذلك من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اضطر لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس حتى الآن، أي 75% نقطة مئوية، ومتوقع خلال الاجتماع القادم في منتصف شهر يونيو سيتم رفع 50 نقطة أساس أي 0.5 نقطة مئوية، وسيلي أيضا اجتماع في شهر يوليو برفعها إلى 0.5 نقطة مئوية. 70% بحسب رويترز ووكالة استطلاعات رأي في الداخل الأمريكي، 70% من العينات في استطلاع الرأي غير راضين عن أداء بايدن في احتواء التضخم. بالتأكيد تلك النسب خرجت عن رويترز، خرجت عن عدد من القنوات الأمريكية أيضا التي تجري إحصاءاتها الخاصة. بشكل كبير هناك نسبة عالية من المواطنين في المجتمع الأمريكي غير راضين عن مواجهة جو بايدن للأزمة الاقتصادية، رغم القرارات التي اتخذها جو بايدن فيما يتعلق بالإفراج عن 180 مليون برميل من النفط على مدار 6 أشهر أدت لبعض الانخفاضات على مدار نحو يعني أكثر من 5 أسابيع، ولكن عاد أيضا الوقود للارتفاع مرة أخرى. عدد كبير من المواطنين يشعرون بالضغط بسبب الوضع الاقتصادي الحالي وارتفاع كبير في الأسعار، ويعني ربما هناك تخوف من أن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستؤثر على الاقتصاد الأمريكي وتدخله في حالة ركود اقتصادي على حد وصف عدد كبير من يعني الرؤساء التنفيذيين لعدد من كبريات الشركات الأمريكية. ولكن جيروم باول وهو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ذكر بأن ذلك لن يحدث، وأنه يتم قياس نسبة التضخم شهريا ونسبة استجابة الاقتصاد الأمريكي للإجراءات التي اتخذت من قبل المجلس شهريا، وعلى أساسها يتم تحديد القرارات. سياسيا ما تم يعني ما رصدته على مدار أكثر من 3 أشهر من عمليات عسكرية روسية على أوكرانيا أدى ذلك بالتأكيد لوحدة داخل الكونغرس الأمريكي من الجمهوريين والديمقراطيين بضرورة فرض عقوبات أكبر على روسيا، ويعني تكبيد روسيا أكبر خسائر ممكنة. ولكن أيضا الحزب الجمهوري يستغل تلك الأزمة بشكل ناجح للغاية في التسويق له ولمرشحيه في الانتخابات النصفية في الكونغرس في نوفمبر القادم، يستغل بأن الديمقراطيين يعني لا يستطيعون مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وبأن جو بايدن كل القرارات التي اتخذت على مدار العام الماضي وبداية هذا العام أدت ليعني أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة. وربما بعض الأصوات ولكنها ليست كثيرة العدد تنادي بأن السبب الرئيسي لتلك الأزمة هو الدفع الأمريكي لأوكرانيا للانضمام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ما أدى لاتخاذ روسيا ذلك الذريعة لدخولها إلى الأراضي الأوكرانية بعمليات عسكرية مباشرة في العمق الأوكراني وصولا إلى كييف وحتى وصولا إلى الغرب الأوكراني إلى مدينة ليفيف.
وبالتالي بشكل كبير يعني هذا ملخص لما تم التأثير به من قبل العمليات العسكرية الروسية الأوكرانية على المنحى الاقتصادي وأيضا السياسي في الولايات المتحدة حتى الآن. كريم، آخر سؤال علشان ما طولش عليك أكتر من كده، هل أنت شرحت بعد سياسي وبعد اقتصادي، هل كان من الصدفة أن يرتد هذا البعد السياسي وهذا البعد الاقتصادي على البعد الاجتماعي ونشهد هذا العدد من جرائم القتل العشوائي بشكل شبه يومي في تنوع جغرافي ربما هو أول مرة أن يكون هذا التنوع الجغرافي يمكن نقوله في مختلف النطاقات في الولايات المتحدة سواء في الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب أو الوسط؟ يعني المجتمع الامريكي احمد معتاد على تلك الحوادث، السبب الرئيسي في ذلك هي الانتشار الرهيب للاسلحه في الولايات المتحده، ولكن بعض الدراسات اثبتت بالفعل بان هناك ضغط اقتصادي يؤدي الى حدوث او زياده عمليات اطلاق النار في المجتمع الامريكي على مدار الفتره الماضيه، رغم نداءات جو بايدن بانه يجب الحد من انتشار تلك الاسلحه، وضع عراقيل على اقتناء الاسلحه من قبل المواطنين الامريكيين، ورفع سن اقتناء الاسلحه من 18 عاما الى 21 عاما. هناك يعني حديث في الكونغرس الامريكي عن مشروعات قوانين متعلقه بقانون العلم الاحمر على حد وصف يعني جمهوريين بالكونغرس الامريكي وتحديدا في مجلس الشيوخ ذكروا بانه يعني هناك نقاشات تجرى في مجلس الشيوخ لوضع بعض القوانين او بعض العراقيل على استخدام السلاح من قبل يعني مجرمين سابقين او يعني مرضى نفسيين وما الى ذلك، او حتى من يعني تواجدوا في الاحداث وهم اطفالا، وبالتالي هذا القانون يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ للحد من انتشار الاسلحه. ولكن على الجانب الاخر الحزب الديمقراطي لا يرى بان ذلك كافيا، انه لابد من فرض يعني عراقيل اكبر على عمليات اقتناء السلاح، على الذخائر التي يعني ذخائر كثيره العدد او كبيره الحجم، يجب فرض يعني عراقيل على اقتنائها من قبل المواطنين الامريكيين، خاصه ممن لهم سابقات جنائيه، ممن لديهم يعني تاريخ نفسي او مرضي، يعني ايضا فيما يتعلق بممن تواجدوا في منظمات الاحداث وصلت في مختلف الولايات الامريكيه. وصلت النقطه زميلي العزيز كريم يسري، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الافاده من واشنطن. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نسمع بقى أسئلة جمهورنا ونسمع تعقيبات ضيوفنا. فاصل ونستكمل الحوار. مною принято решение о проведении специальной военной операции. Сегодня я инициировал телефонный разговор с президентом Российской Федерации. Результат – тишина. بعد مرور 100 يوم من الحرب الروسية الأوكرانية، تحول النزاع الذي كانت تأمل موسكو أن يكون بمثابة هجوم خاطف إلى حرب استنزاف طاحنة. ورغم تأكيد موسكو أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير كما كان مخطط لها، إلا أن محللين يؤكدون أن عدم نجاح الهجوم الخاطف لإسقاط النظام في كييف دفع القوات الروسية إلى تخفيض مستوى طموحاتها وتركيز جهودها على السيطرة على منطقة دنباس، حيث باتت تدور حرب استنزاف بعد 100 يوم على اندلاع النزاع. وطبقا لتصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فقد سيطرت موسكو على 20% من الأراضي الأوكرانية، وهو ما يعتبره الخبراء العسكريون عملية قدم للأراضي الأوكرانية وليس اكتساحا عسكريا. ورغم أن سيطرة موسكو على ميناء ماريوبول الاستراتيجي في الجنوب الشرقي ربطت روسيا بشبه جزيرة القرم، ما اعتبر انتصارا عسكريا في دنباس رحب به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنه وفقا لآراء الخبراء قد تضطر موسكو إلى الانتقال من حرب متحركة إلى حرب مواقع، فهي لا تجدد عتادها وقواتها منهكة، لذلك المواقع ستجمد قريبا. السبب الرئيسي الواضح حتى الآن أن روسيا عندما أطلقت أكبر عملية عسكرية في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في 24 فبراير الماضي، فتحت 3 جبهات في الوقت نفسه،
ما أدى إلى تشتت في القوات الروسية شمالاً باتجاه العاصمة كييف وفي الشرق وفي الجنوب. لكن سرعان ما أثبتت العملية العسكرية الخاصة كما تسميها موسكو محدوديتها في مواجهة دفاع أوكراني لا مركزي من جانب عناصر يتلقون تدريبات منذ سنوات من حلف شمال الأطلسي. اهلا بحضراتكم من جديد، ونبدا بقى في يعني ضيوفنا يجاوبوا على اسئله الجمهور الكريم من طلبه كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. دكتور عزت، في سؤال من خالد علي ابراهيم عثمان، الفرقه الثانيه اقتصاد وعلوم سياسيه قسم اقتصاد، وبيتفق مع سؤال هدير عبد الرحمن فهمي، الفرقه الثالثه تاثيرات على الشرق الأوسط، تداعيات هذه الحرب على الشرق الأوسط، وفي حال إن المدى الزمني زاد عن الحد احتمالات الحرب العالمية الثالثة إيه؟ يعني أنا أعتقد إنه إحنا بدأنا نشوف تغييرات على مستوى الشرق الأوسط، تأثير الحرب الأوكرانية، مسألة الأمن الغذائي أعتقد إنها أصبحت مسألة ملحة، مسألة توفير المحاصيل الاستراتيجية. بدأنا نسمع عن يعني تفاهمات جديدة في هذا الشأن، وأنه إمكانيات استغلال الموارد المتاحة في المنطقة العربية وإمكانية الوصول إلى أنه الدول التي يمكن أن تلعب هذا الدور كسلة للغذاء في المنطقة من الممكن أن نبدأ في خطوات جادة. مصر عندها خبرات تكنولوجية وخبرات زراعية مهمة، اعتقد انها ممكن ان تسهم بدور مهم. اعتقد ان احنا اتكلمنا في البرنامج هنا حتى قبل كده عن دور للجامعه العربيه، وان يكون فيه التحول الى التكامل الاقتصادي والزراعي، اعتقد انها مساله تستحق الاهتمام وتستحق بعد هذه الحرب التي اضرت كثيرا باقتصاديات المنطقه ان يكون لها دور. يعني حاجه انه البترول العربي استعاد قوته في هذه المواجهة، صحيح أنه أصبح هناك تكاتف كبير في المنطقة لوضع سياسات نفطية واحدة في مواجهة الضغوط الخارجية، وأيضا واضح في بوادر استقلالية قرار في بعض العواصم الخليجية التي يعني نقدر نقول أنها لم تعد تقبل بدور التابع لقوى غربية، وبالتالي أصبحت تطمح لأنها تبني رؤية جديدة لسلاح البترول، أو نقدر نقول لدور البترول في سياستها الخارجية. النقطة الثالثة أعتقد أنه إحنا زي ما أشار الدكتور محمد فايز فرحات، أنه مسألة أنه التشكل عمليات التحالفات وبناء التحالفات، أعتقد أن المنطقة العربية سيكون لها نصيب والشرق الأوسط بشكل عام، أنه غالباً سوف نشهد توازنات جديدة بعد هذه الحرب، وأعتقد أن هذه التوازنات تدخلها المنطقة ويدخلها بعض الدول الكبرى في المنطقة بفكر جديد وعقل جديد، أنه ضرورة أنك تستخدم كل القوى المتاحة أمامك وكل إمكانياتك من أجل أن تكون لك دور في عالم الغد. واعتقد ان ده مساله فاتتنا كتير في السنين اللي فاتت والعقود الماضيه، وجه وقت ان احنا نفكر بتفكير رشيد وتفكير يعني يخدم الاجيال القادمه في المنطقه. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور عزت ابراهيم. سياده النائب دكتور عبد الله مبروك، سؤال من سعيد بدوي ابراهيم تاني علوم سياسيه، وسلمى بهاء الدين عبد الله تاني علوم سياسيه، وإسراء محمد خفاجة تانية علوم سياسية، تقريبا الثلاثة زملاء الثلاثة قاعدين جنب بعض. طيب هما بيتكلموا على الآتي، بيتكلموا على السياسات النقدية بالنسبة لنا مع حرب متطورة هتبقى عاملة إزاي، هما بيتكلموا تقريبا على خوفهم على قيمة الجنيه وما إلى ذلك، وبيتكلموا على إن دايما مصر معروف عنها دورها في بناء السلام وحفظ
السلام. فالفترة الجاية هل ممكن مصر تلعب دور في عملية حفظ السلام وبناء السلام في صراع بهذا الشكل؟ هو طبعا السياسة النقدية، السياسة النقدية بالنسبة للعالم كله طبعا هو الموضوع مضطرب، في اضطرابات في العالم كله. بالنسبة لمصر أعتقد أن السياسة النقدية المصرية في الأول كانت واضحة. أول حاجة أنا دلوقتي القرارات اللي اتخذتها الحكومة المصرية والسياسة المصرية من فترة إحنا دلوقتي بنجني ثمارها، أو بمعنى أصح مش نقول نجني ثمارها قد من الضرر اللي وقع علينا أقل بكتير، أو بقى ليها يعني قللنا قللنا الضرر. يعني كان من فترة لو الكلام ده كنا بنتكلم كان في ناس كتيرة قوي بتهاجم وبتعترض على السياسة النقدية، لأن زي ما نقول إحنا ما كناش شايفين عارفين إيه اللي جاي. لكن بنتكلم دلوقتي ساعة لما اتكلمنا على تحرير سعر الصرف واتكلمنا على ان انت بتزود الاحتياطي النقد الاجنبي، القرارات اللي خدتها الخطوات اللي خدها البنك المركزي وخدتها الدولة المصرية ان هي تبتدي تزود احتياطي المصري من الذهب، القرارات دي احنا دلوقتي يعني شايفين انها حمتنا من ضرر في دول تانية كتير حصل عليها اضرار اكتر. فالسياسة النقدية اعتقد اننا في الوضع وفي الامكانيات المتاحة هي يعني يعتبر هو ده الافضل في المتاح لينا. يعني على قد ما تقدر بتحاول تجذب استثمارات، شايفين الدولة بتحاول تعمل تسويق لاستثماراتها سواء استثمارات في المشاريع القومية داخل الدولة، وشفنا من فترة دلوقتي ان انت لما تيجي شركة بحجم شركة سيمنز وتعلن ان هي تبتدي القطر الكهربي في مصر انت ده تشجيع للاستثمارات، لما تيجي شركة بالحجم ده وتستثمر في مصر ده بيدي استقرار للوضع الداخلي في مصر. كون ان انت بتستمر في مشاريع بنية تحتية وبتطور في الدولة وتشتغل مبادرة حياة كريمة وبتشتغل جوه دولة، ده مؤشر اقتصادي قوي لأي مستثمر، وخصوصا الاضطراب العالمي اللي حاصل دلوقتي في الأزمة هيخلي الاستثمار دايما يدور على المكان الآمن، فده أعتقد ان ده هيبقى الأأمن لمصر. فكسياسات نقدية في ظل الظروف العالمية هي سياسات متزنة، برضو انت بتحاول تعمل توازن بين انت تأدي المواطن لرفع سعر الفايدة جزئيا عشان تدي للمواطن ان هو يبقى فيه ثقة، خصوصا ان احنا بنواجه حرب داخليا وخارجيا، وضع استقر دلوقتي حرب الشائعات اللي كانت طالعة في الاول دي، بس مع الوقت ومع طول الوقت ومع استقرارك وثباتك بيدي ثقة في الدولة المصرية وثقة في السياسة المصرية. الجزء الثاني اللي احنا كنا من السؤال حفظ السلام وبناء السلام. حفظ السلام وبناء السلام هي انا يعني السياسة المصرية والدولة المصرية كانت واخدة من الاول اعلانها ان احنا بنبحث عن مصالح المصريه، الغاء التبعيه. انا دايما مصر في الخارجيه وسياستها الخارجيه بيدور على مصالح، انا لا تبع شرق ولا غرب، انا تبع دولتي، تبع مصالح لمصر. وده اللي كنا بنتكلم فيه ان انا اقدر استفاد من الموقف، وفي نفس الوقت احنا يعني مصر تعاون مع بالنسبه للجانب الروسي وفي تفاهم لوجهه النظر الروسيه وجهه النظر الاوكرانيه والغربيه، انت فاتح على الكل، مين اللي هيقدر يتعاون معايا؟ وده يخليك تلعب دور اساسي ان يبقى في وساطه، لو في وساطه تتبناها مصر طبعا. تقدر استاذن حضرتك بس علشان الوقت لازم فيعني لو هو جزء لا، فمصر طبعا بالسياسه الخارجيه المتزنه اللي هي تبحث عن المصالح المواطن المصري واتفاقها مع الجميع، ما فيش ما نتعارضش مع مصالح حد، فده هو ده اعتقد ان ده يخلي مصر يبقى ليها دور في الفتره اللي جايه فعال جدا مع كل الاطراف في الازمه. تمام، بشكرك يا سياده النائب، شكرا جزيلا. دكتور نعم. سؤال من هقول سؤال يا دكتور سؤال من شهد خالد ابراهيم علي قسم الاقتصاد شعبة انجليزي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بتقول ان هي من يعني مجريات هذه الحرب ظهر نجاح مصر في السنوات الاخيرة في تكوين شخصية دولية مستقلة، كيف تمكنت مصر من تحقيق هذا؟ وده بيرجع لشخصية الرئيس السيسي في إدارة مشهد السياسة الخارجية وتكليف وزارة الخارجية المصرية ووزيرها النشيط سامح شكري أن يتحرك طبقا لتوجهات الرئيس السيسي. طبعا نجحنا في إقامة هذا التوازن مع كل القوى الكبرى اللي في العالم، وده بينعكس بمصالح مباشرة على الدولة المصرية والمواطن المصري. وأنا هاخد من الجملة من السؤال بتاع حضرتك واخد من كلام عزت بيه ومن كلام الدكتور عبد الله في نقطتين مهمين جدا. شوف مصائب قوم عند قوم فوائده. شوف يا فندم الحرب الأهلية الأمريكية أعطت للاقتصاد المصري ارتفاعا في سعر القطن، والاقتصاد المصري تحسن، حتى الأمريكيين بيغيروا مننا ومدين مننا لحد دلوقتي بسبب الموضوع ده. شوف الحرب الأوكرانية الروسية سينتهي الأمر بعزل روسيا، وبالتالي مصر والجزائر وليبيا هيكون سوق مهم جدا للغاز كمنافس. الروس على فكرة كمنافسين لنا، ومنافسين لنا كمان في قناة السويس مع الصين. يعني
يعني التوازن في الاخر علاقات، في علاقات متزنه مع الجميع زي ما حضرتك تفضلت، مع الجميع، وفي علاقات استراتيجيه مع الولايات المتحده ومع روسيا ومع الصين، لان ده توازن احنا حافظ السياسه المصريه حافظت عليه بشكل كويس. ولكن ده ولا نغفل ان روسيا كانت من اوائل الدول في العالم التي اعترفت باراده الشعب المصري في ثوره 30 سنة. يا فندم انا بحب بوتين من ساعتها. لا انا مش بتكلم بس في كده بس، يعني انا زعلان، انا بعمل التوازنات بس. اتفضل. انا زعلان من القرار غير العاقل الذي اتخذه في اوكرانيا، ولكن مستقبل شمال افريقيا في الاستثمارات الاوروبيه خصوصا بعد ما نخلص من فتره 22-23 نتحدث عن بومينج وقوه اقتصاديه في شمال افريقيا، مصر ستكون لاعبا اساسيا في الاقتصاد. فالمصريين استعدوا، اسمعوا كلام اللي قاله الرئيس بشكل واضح، تعليم فالتعليم فالتعليم، ده التحدي اللي هنقدر نبني بيه استثمارات محترمه مع الاوروبيين. معنى كلام حضرتك ان احنا كان في بعد نظر في مساله ترسيم الحدود البحريه مبكرا واكتشاف ثرواتنا وتحديث قدراتنا لحماية هذه الثروات، بناء البنية الأساسية والبنية القانونية وجعل مصر ليست في خلافات مع قوة إقليمية، جعلت مصر تستفيد لأن التأسيس نفسه بقى موجود، إن احنا نقدر نتعامل مع الأزمة، ما نكونش متلقيين بأننا مستوعبين ونستطيع أن نعطي مبادرات للتعامل مع الأزمات. يعني الرئيس بوتين كلم الرئيس السيسي والرئيس زيلينسكي كلم الرئيس السيسي، وكان في هناك حديث عن الوساطة، تمام، بأن تتدخل مصر وأن توجد وساطة، ورغبة المصريين ورغبة الرئيس السيسي أن يعم السلام في أوروبا. ولكن القرارات غير الرشيدة التي تحدث من غير حسابات دقيقة وتضع الدول كمصر في موقف صعب، هو ده قوة القيادة في أن تتحرك بهذا التوازن. وأنا أفتكر أن مصر ودول أخرى تواجه تحدي، العالم كله بيواجه تحدي، تحدي صعب. طيب طيب ربنا يهديهم بقى ويوقفوا الحرب دي. طيب نروح للدكتورة نوران. دكتورة نوران، السؤال من صلاح محمود محمد، سنة أولى كلية اقتصاد وعلوم سياسية، بيقول لحضرتك تفسيرك للجملة اللي قالها بوتين في لقائه: كل هذه الجلبة بشأن إمدادات إضافية بشكل عام لها في رأيي هدف واحد، وهو إطالة أمد الصراع المسلح لأطول فترة ممكنة. وبيضيف كمان إيه مدى التحول في المشهد بعد إرسال إنجلترا دفعة صواريخ أولى لأوكرانيا. أنا عايزة أقول لك على حاجة، كل الإمدادات اللي هم بيعملوها مش هتغير من المشهد العسكري حاجة، لكن دي الاعتبارين، يعني في جزء منها على فكرة اعتبارات اقتصادية، كل ده بيزنس، يعني يمكن احنا مش مركزين عليه قوي أو البعض ما بيركز عليه قوي، لكن في جزء يعني عموما السلاح وتوريد السلاح كل ده بيزنس في النهاية. الحاجة الثانية فكرة إطالة الحرب اللي قال عليها الرئيس بوتين، بس القيادة الروسية واعية جدا لمسألة إطالة الحرب، وهي دلوقتي اللي مش مستعجلة على إنهاء الحرب. ليه؟ لأنها زي ما بيقولوا يعني انقلب السحر على الساحر، هم خدوا إجراءات كتير جدا، خدوا عقوبات كتير جدا ضد روسيا، العقوبات دي ارتدت عليهم في يعني في زي ما بيقولوا بشكل قوي جدا في الداخل سواء الأمريكي أو الأوروبي. روسيا حتى الآن يعني اقتصاد الروسي عنده صمود عالي جدا في مواجهة العقوبات دي، وبالتالي القيادة الروسية ما عادتش في عجلة من إنها، بالعكس يعني الفخ الحقيقة اللي وقع فيه هو الغرب والولايات المتحدة. تمام، بشكر حضرتك. الحاجة يعني الوقت. طيب خلاص، لا معلش أنا بعتذر، بس انتوا عارفين بيبقى بعدين نشرة الطنش. أنا بعتذر لحضرتك وبشكر حضرتك طبعا أستاذتنا الدكتورة نوهان الشيخ. أستاذ حازم، سؤال من سما محمد مصباح، وبيتفق معاها في سؤاله برضو أبانوب عصام، والاثنين سنة أولى اقتصاد وعلوم سياسية. السؤال باختصار شديد: هل ستتمكن مصر من تجاوز التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب؟ أنا أستطيع أن أؤكد أن مصر ستستطيع العبور من هذه الأزمة وتبعاتها على العالم كله، بل وهتخرج من الموضوع ده باقتصاد أقوى
فرص عمل، استثمارات خارجية أجنبية، إعادة ترسيم الحدود، حقل ظهر، منتدى شرق المتوسط، المشاريع القومية، القانون الاستثمار الجديد، كل ده هيضع مصر في أولى الدول التي سوف يتم اللجوء إليها كمصدر أساسي للاستثمار والتصنيع والزراعة، وهتبقى مركز إقليمي بعون الله بعد العملية دي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ حازم هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب المصريين والأحرار. دكتور محمد فايز فرحات، السؤال من رضوى جمال محمود، سنة تانية علوم سياسية جامعة القاهرة، وما يختلفش كتير عن السؤال اللي كنت موجهه لحضرتك في نهاية الجولة الأولى من النقاش، ما لحقناش ناخد إجابته. المنطقة العربية وتفاعلات هذه الأزمة، وهل يمكنها لعب دور الوساطة في المستقبل القريب؟ هبني على كلام اللي قاله الأستاذ عزت، يعني أشار إلى بعض النقاط. أي أزمة في العالم سواء كانت أزمة دولية أو أزمة إقليمية هي بتنطوي على مكاسب وخسائر، والقدرة على تعظيم المكاسب وتقليل الخسائر هو هدف أي قيادة سياسية، وبيعتمد يعني نجاحه في تحقيق هذا على قدرات كثيرة. المنطقة العربية أعتقد، أو الشرق الأوسط بشكل عام ومنها الاقتصاد المصري، أعتقد أنه أحد الدروس المهمة هي إعادة الاعتبار لفكرة القدرات الذاتية، القدرات الذاتية بالمعنى الشامل. النقطة الثانية هي عودة الاعتبار أيضا إلى مفهوم الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وده هيفتح المجال بالتأكيد لإقامة معادلات جديدة للتكامل في المنطقة. نعم. ما جرى وما تفعله مصر الآن، وأنا هنا بقى بتكلم صحفي، مصطلح أو مفهوم الدولة الوطنية اللي مصر بترسخه من أول ثورة 30 يونيو، العالم كله الآن يتمحور حول فكرة الدولة الوطنية. العودة إلى إعادة الاعتبار لهذا المفهوم بشكل قوي، وإعادة الاعتبار أيضا إلى مفهوم الأمن القومي بالمعنى المباشر فدي مسألة طبعا أعتقد، وأهمية التجربة المصرية أنها كانت سابقة، يعني قبل الأزمة ومنذ 30 يونيو أو منذ 2013، وهو يعني تعمل بهذا المفهوم. لكن في نفس الوقت رغم أنه في مكاسب إيجابية أو فرص إيجابية ودروس يعني بالتأكيد من هذه الأزمة، لكن هناك بعض القضايا أو النقاط في تقديري لابد من الانتباه لها. أول نقطة هي تراجع أهمية الشرق الأوسط لدى القوى الكبرى. أعتقد أنه تاريخيا كانت عمليات الصراع الدولي والصراع على هيكل قمة النظام الدولي كان جزء منها بيتم في منطقة الشرق الأوسط. بس الحروب العالمية دايما كانت بتبدأ من هناك، من عند البلطيق. بالضبط، لكن في الفترات الأخيرة أعتقد كانت الشرق الأوسط كان بيستحوذ على أهمية كبيرة في السياسات الدولية. في الفترة الأخيرة تراجع، أو هذه الأزمة كشفت عن تراجع نسبي لأهمية الشرق الأوسط لمصالح أقاليم أخرى. النقطة الثانية أنه في مسرح دولي مهم هو المسرح في شرق آسيا، أعتقد أنه سيتحول إلى جزء من صراع مسرح في الصراع الدولي، وهذه المنطقة ليست بعيدة. الشهور القادمة هتبقى في شرق آسيا، هذه المنطقة ليست بعيدة عن الشرق الأوسط. إذا كان الشرق الأوسط تضرر من الحرب الروسية الأوكرانية وهي منطقة بعيدة نسبيا عن الشرق الأوسط، لكن شرق آسيا ليست بعيدة عن الشرق الأوسط. الشرق الأوسط يمثل امتدادات للمسطحات المائية في هذه المنطقة، اللي هو جزء منها يبقى صراع بحري بالتأكيد، لكن بالإضافة إلى أنه في مصالح للشرق الأوسط تتعلق بالتجارة في هذه المنطقة. جزء كبير من قرارات التجارة والاستثمار والسياحة وكل المعاملات الاقتصادية في الأغلب تتم في هذه المنطقة، وبالتالي إذا افترضنا أنه العالم سينتقل إلى الصراع في هذه المنطقة، هذا سيكون له تأثير على الشرق الأوسط. تأكيد لكلام حضرتك قبل الوقت يداهمني، هي النظر الروسية للبحر الأسود. بالضبط. نقطة أخيرة هي مسألة أن الشرق الأوسط لابد أن يقرأ أيضا ما يحدث في النظام الدولي، هو في تقديري تراجع قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على حماية الاقتصاد العالمي. أحد الشروط الأساسية لتربع يعني دولة على قمة النظام الدولي، أحد مسؤولياتها الأساسية هي حماية الاقتصاد العالمي بالمفهوم الاقتصاد الحر، تدفق السلع والخدمات، حرية التجارة، حرية الملاحة. كل هذه المسؤوليات الولايات المتحدة الأمريكية لم تطلع بالدور الأكبر، أو لم تعد تطلع بالمسؤولية الكبيرة في هذه المسألة، وبالتالي الأمر يعني الانفتاح على قوى أخرى، لأن قوى أخرى ستكون
ستكون لاعبين اساسيين من الايام في هذا المجال. يعني سيحمل الكثير في هذه الحرب الممتده. بشكر حضرتك. شكرا جزيلا دكتور محمد فايز فرحات رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بشكر الجمهور الكريم وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعه. ويوم الخميس القادم ان شاء الله حلقه جديده من كلام في السياسه.